السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين مشاهدي قناة الزمالك في كل مكان، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من زملكاوي يا رب، حلقة تنال رضا وإعجاب كل جماهير نادي الزمالك في كل مكان. إن شاء الله هنتابع خلال الحلقة أخبار الفريق، آخر المستجدات في فريق كرة القدم بنادي الزمالك، والاستعداد لمباراة مهمة جدا بكرة إن شاء الله في تاسع جولات الدوري المصري الممتاز. مباراة تبقى مهمة جدا نتكلم فيها بشكل أكتر كمان في الجزء الثاني من حلقتنا اللي هينورنا ويشرفنا فيها الدكتور محمد خليفة الناقد الرياضي. خلاص 24 ساعة بتفصلنا عن هذه المباراة، مباراة مهمة جدا، مباراة بتعني الكثير بالنسبة لنادي الزمالك، بتواجه نادي المصر بورسعيدي عنده فريق قوي جدا، عنده سكواد محترم، عنده مدير فني بيعرف يتعامل أو بيعرف يلعب ويقدم مباريات قوية قدام نادي الزمالك. صحيح لو اتكلمنا عن تاريخ المواجهات مع الكابتن علي ماهر مش هتلاقي ولا فوز للكابتن علي ماهر، مش عايزين نقاطع، ولكن الكابتن علي ماهر ما قدرش يفوز على نادي الزمالك في اي مباراه خاضها ضد نادي الزمالك، يمكن اتعادل مباراه وحيده وباقي المباريات خسرها كلها. ان شاء الله باذن الله تكون بكره خساره جديده امام الكابتن علي ماهر اللي بيقود فريق المصري بورسعيدي فنيا. طيب مباراه بكره ان شاء الله برضو نقول للناس ونعرفهم، مباراة بكرة تبقى الساعة 7 مساء على استاد برج العرب. لما بتتكلم على المصري بتتكلم عن انت ازاي بتستعد لمباراة المصري البورسعيدي، مباراة ملهاش اي حسابات، الفريقين بيبقوا داخلين كل فريق عايز يكسب، احد كلاسيكيات كرة القدم في مصر مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي. انت لو اتفرجت على نادي الزمالك في المباريات الاخيرة نتائج كلها مميزة جدا مع الكابتن معتمد جمال، ما قدرش اي منافس نفسه الكابتن معتمد جمال انه يقدر يفوز على الكابتن معتمد جمال، اللهم الا المباراه الاولى مع بيراميدز انتهت بالتعادل 3-3 بعد وقت اصلي وبعد وقت اضافي، ولكن قدرنا نفوز فيها في النهايه بركلات الترجيح ووصلنا لنهائي كاس مصر عن النسخه الماضيه او نسخه الموسم اللي فات. كلنا منتظرين إن نادي الزمالك يستكمل هذا الأداء الرائع. نادي الزمالك في آخر المباريات بيقدم لوحة فنية محترمة جدا مع الكابتن معتمد جمال، نتمنى إن شاء الله إن هي تستمر. كابتن معتمد جمال ماشي مع نادي الزمالك واحدة واحدة، كل مباراة على حدة بيأدي فيها على قد المنافس اللي أنت بتواجهه. احترام المنافس ده دايما بنؤكد عليه، إنك بتحترم المنافس أيا ما كان تاريخه في اللقاءات، ده لو بنتكلم على البطولات كلها اللي لعبها الكابتن معتمد جمال. الكابتن معتمد لعب اول مباراه في كاس مصر اللي بقول عليها من شويه، قدر يكسب بيراميدز ويصعد لنهائي كاس مصر، دي مباراه في كاس مصر. بعدها لعبت في الكونفدراليه الافريقيه، لعبت ثلاث مباريات لحد دلوقتي في الكونفدراليه الافريقيه، العلامه الكامله ثلاث مباريات 9 نقاط، بتتصدر المجموعة وده شيء مميز جدا وما حصلش من 2015 2016. تتكلم على ثلاث مباريات ورا بعض في دور المجموعات بتكسبهم، دي بقى لها كتير قوي ما اتحققتش، فكل التحية والتقدير للكابتن معتمد جمال. راجل لاعب ابو سليم، لاعب سوار، لاعب فريق سجرادا الانجولي، وقدر يكسب كل المباريات. صحيح مش كل المباريات فيها متعة، ولكن كل المباريات بتاخد اللي انت عايزه منها، بمعنى انت قدام ابو سليم الليبي ما عندهوش خبرات افريقيه كبيره او ما عندهوش تاريخ قاري كبير، ولكن ما وصلش بالصدفه لدور المجموعات. لو احنا بنتكلم عن الكونفدراليه الافريقيه، لعب 4 مباريات في تاريخ مشاركاته الافريقيه وهم في النسخه دي من الكونفدراليه الافريقيه في الادوار التمهيديه. قدرت تكسب؟ الفريق حاول يلعبك بطريقه غير معتاده بالنسبه له، ويمكن حتى القراءة الفنية في الشوط الأول من مباراة أبو سليم ما قدرتش إن أنت تشوف نادي الزمالك بيلعب كرة كويسة أو اللي أنت متعود عليها أو اللي أنت بتتمناها، ولكن جرى التعديل في الشوط الثاني وقدرت تتخطى المباراة الأولى في دور المجموعات لهذه النسخة من الكونفدرالية، قدرت تاخد 3 نقاط مهمة جدا. وبعدها مباراة سوار الغيني، برضو فريق ما عندهوش التاريخ الكبير، ولكن قدرت تحترم الفريق ده، قدرت تسجل 4 أهداف وتخرج بشباك نظيفة لتاني مباراة كانت على التوالي. بعدها بتقابل سجرادا الأنجولي، احنا بنتكلم دلوقتي على الكونفدرالية ومثلا مشوار كابتن معتمد مع نادي الزمالك في المباريات الخمسة اللي فاتوا.
نادي سجرادا يمكن هو الفريق اللي ممكن تقول ان هو مثلا بيعمل نتائج ايجابيه وعمل نتيجه ايجابيه في دور المجموعات، ولكن نادي الزمالك احترم الفريق بشكل كويس جدا. صحيح كان فيه فرص كتير جدا ضاعت من نادي الزمالك، ولكن قدرت تاخد اللي انت عايزه من المباراه اللي هو الثلاث نقاط. انت في دور المجموعات او في اي دور مجموعات في اي بطوله قاريه انت بتبقى عايز تجمع نقاط، وده اللي عمله نادي الزمالك. انت بتاخد 9 نقاط من 3 مباريات 100% على ما الكامله، هو ده اللي انا عايزه، مش عايز اكتر من كده. في مباراه كان فيها اداء ونتيجه اللي هي مباراه سوار الغيني، بتسجل 4 اهداف، بتلعب كره ممتعه، ولكن المباراتين التانيين انت خدت اللي انت عايزه منهم، ده شيء في منتهى الاهميه. لعبت فيوتشر في الدوري، ويمكن فيوتشر فريق قوي جدا، فريق كبير عنده مجموعه من اللاعبين عندها خبرات في الدوري الممتاز، عندها حته المشاركات الدوليه كمان، في بعض اللاعبين لعبوا لمنتخب مصر قبل كده، عمر كمال عبد الواحد بيلعب في منتخب مصر دلوقتي، فانت عندك منافس قوي. الناس قبل ما تدخل المباراه دي شايفين ان هي مباراه صعبه جدا، قدرت تكسب 2-0 وتحقق اول كلين شيت في الدوري. الكلام ده ما حصلش مع اسوريو، لان اسوريو كان كل مباراه لنادي الزمالك بيحرز في نادي الزمالك اهداف، حتى المباراه اللي بتكسبها بسكور عالي بيخش فيك اهداف. انت لو رجعت كده من كام اسبوع على الدوري مثلا، على صعيد الدوري، انت كسبت مثلا سموحه 5-5، دي انت راكب المباراه وماشي بشكل كويس جدا في المباراه ومسيطر عليها، بيخش فيك هدف. فاحنا قدام فريق نادي الزمالك دلوقتي متماسك دفاعيا، ماشي بشكل جيد جدا دفاعيا. كابتن معتمد جمال هو مدافع كبير كان في نادي الزمالك، قدر يعمل المعادله دي، ان انت بتاخد اللي انت عايزه من المباريات وبتحافظ على نظافه شباكك. طيب ده امر في منتهى الاهميه. يبقى انت كده لعبت في 3 بطولات، لعبت في كاس مصر في البدايه، لعبت في الدوري امام فيوتشر، ولعبت في الكونفدراليه الافريقيه 3 مباريات. العلامه الكامله بالنسبه للكابتن معتمد جمال، ده امر يخلينا نقدر ونحترم وندعم كابتن معتمد جمال ومجلس اداره نادي الزمالك اللي عمل خطوه كانت مهمه جدا تقديريا حتى للكابتن معتمد جمال، وهو العقد اللي شفناه اتعمل للكابتن معتمد جمال. صحيح هو مدير فني مؤقت بالنسبه لنادي الزمالك، ولكن احنا كل الدعم وكل الاحترام والتقدير ليه، وكان التقدير كمان جاي مش من جمهور نادي الزمالك بس اللي شايف نتائج مميزه مع الكابتن معتمد جمال، لا، جه كمان من مجلس اداره نادي الزمالك اللي عمل عقد كان مهم جدا وتقديري جدا بالنسبه للكابتن معتمد جمال بعد النتائج الايجابيه اللي بيحققها. لو بصينا بقى على رؤيتنا مثلا لمباراه المصري، مباراه هتبقى صعبه. انت قدام فريق عنده لعيبه مميزه جدا، خاصه في الشق الهجومي وفي نص الملعب، معاهم مدير فني كابتن علي ماهر، مدير فني محترم بيعرف يلعب قدام نادي الزمالك، بيعرف يصعب المباريات على نادي الزمالك زي ما قلت لكم. صحيح حته المواجهات او تاريخ المواجهات ما بين نادي الزمالك واي فريق لعبه او كان بيدربه الكابتن علي ماهر، هتلاقي المباريات كلها في صالح نادي الزمالك، بس بتبقى مباريات صعبه قوي. فانت تعمل حسابك ان انت مش هترتكز على تاريخ المواجهات، او انا كعبي عالي في المباريات اللي ضد الكابتن علي ماهر، لا، انا اخش المباراه دي مباراه ليها حسابات مختلفه، مباراه في الدوري بتلاعب نادي المصري البورسعيدي، نادي جماهيري، نادي محترم، لازم تعمل 1000 حساب للنادي المصري البورسعيدي عشان تقدر تتخطاه. زي ما قلنا تحترم المنافس، بتعمل اللي عليك في ارضيه الملعب، بتموت نفسك في ارضيه الملعب، حميه كبيره جدا في الملعب، هتلاقي المكسب جه لا محاله. ده شيء في منتهى الاهميه، دايما بنؤكد عليه. بعد ما بيخلص الماتش ان شاء الله باذن الله، مباراه بكره تخلص بفوز نادي الزمالك، هنقول كل التحيه والتقدير والدعم لكل لاعبينا ان شاء الله باذن الله، لان احنا قلنا الكلام ده بعد كل المباريات اللي كسبناها في الفتره الاخيره. ما هو مفيش حد بيمشي لوحده، وهي منظومه كامله، جهاز فني، جهاز اداري وطبي ولاعبين، ومجلس اداره بيوفر لك المناخ العام اللي انت بتقدر تلعب فيه وبتقدر تكسب فيه. ده اللي شفناه مع نادي الزمالك في الفترة الأخيرة، إن شاء الله بإذن الله تستمر.
ان شاء الله انتصارات نادي الزمالك. كابتن معتمد جمال قال لك على بعض الاسرار كده اللي هو بيتعامل بيها مع لاعبي نادي الزمالك، وده شفناه بصراحه في اكتر من لقطه، في اكتر من مشهد من قلب المباريات. لو بصينا ان الكابتن معتمد جمال ما بيغفلش ابدا اللعيبه اللي على الدكه. ممكن لعيب ما يشاركش، لعيب يبقى متضايق او زعلان انه ما يشاركش، ولكن بيتعامل ازاي؟ بيروح للعيب وبيروح يسلم عليه ويكلمه ويقول له لا انت بالنسبه لي هتبقى ورقه رابحه في المباريات اللي جايه. التعامل النفسي دايما هو اللي بيخلي اللعيب يتحرر من اي ضغط، خلي اللعيب عايز يلعب، خلي اللعيب عايز يدي في قلب الملعب. فده شيء مهم جدا ومميز جدا من الكابتن معتمد جمال، والتعامل الصحي المحترم مع اللاعبين ده ما كناش بنشوفه مع اوسوريو. اوسوريو كان في لعيبه بتتخض، بيعمل ماتش مميز جدا ويحرز هدفين، الماتش اللي بعده معرفش هو هيشارك ولا لا، معرفش هو هيلعب الماتش اللي جاي ولا هيبقى في السكور ولا لا، كان في لخبطه كبيره جدا. فكان ده نفسيا مأثر على اللعيبه، مهما اديت في ارضيه الملعب، مهما تألقت في المباراه، انا مش عارف المباراه اللي جايه انا هلعب ولا لا. ولكن كابتن معتمد عامل لك توليفه محترمه جدا، اللعيبه كلها عارفه ان هي مين اللي هيبدا، مين اللي ممكن ما يشاركش، مين المركز اللي ممكن يطعم بيه في مباراه معينه، مين اللعيب اللي ادى اداء قوي جدا فممكن يريحه ويعتبره ورقه رابحه ليه وينزله مثلا في الشوط الثاني من مباراه بعينها. فده تعامل نفسي مميز جدا بيتعامل بيه الكابتن معتمد مع الفريق. انت بتتكلم على مباراه المصري، عندك حاجتين مميزين جدا، اولهم عوده الونش. عايزين نقول له الحمد لله على السلامه. الونش احد اهم المدافعين بالنسبه لنادي الزمالك ومنتخب مصر. راجل بدا بنسق تصاعدي مع نادي الزمالك. مين ينسى بدايه الونش مع نادي الزمالك؟ محدش يقدر ينساها. بدا ان هو كان ممكن يبقى عنده اخطاء، كان ممكن يبقى عنده اندفاعيه بعض الشيء، ولكن بالخبره وان الراجل مجتهد وبيشتغل على نفسه وبيعرف ايه اخطائه وما بيكررهاش، راجل اصبح احسن مدافع في مصر بشهاده كل الناس، مش بشهاده بس جماهير نادي الزمالك، بشهاده كل الناس، كل الجماهير. يقول لك لا الونش احسن مدافع في مصر، لا احسن مدافع في افريقيا في بعض الاوقات. ده الناس كلها شافته، الحمد لله على سلامه الونش، وهيبقى ورقه مهمه جدا جدا في دفاع نادي الزمالك في المباريات اللي جايه. طيب ده شيء مهم جدا بالنسبه لدفاع نادي الزمالك. يعني لما بتتكلم على الونش، بتتكلم على بعض اللاعبين، بتتكلم على محمد عبد الغني في خط الدفاع، بتتكلم على محمود علاء احد لاعبي الخبره اللي موجودين في خط الدفاع، وبالمناسبه طبعا هو هيغيب عن مباراه بكره بسبب الاصابه اللي هنوضحها لكم ان شاء الله في فقره الاخبار. الونش لو شفت له كام موقف مع نادي الزمالك، عمرك ما تقول ان الراجل ده مثلا جاي من نادي على نادي الزمالك، لا ده متربي جوه نادي الزمالك. الونش اللي عنده احساس بالمسؤوليه كبيره جدا في مباراه ارتا سولار ما بين الشوطين، والراجل كان خلص تاهيل ورجع مصر، قاعد بين الشوطين بيحمس اللعيبه، بيشحن طاقه اللعيبه، بيأدي اداء القائد. الممكن يكون كل الناس شافت اللقطه دي ومش هتنساها للوينش. نفس الموقف بيكرره في مباراة بيراميدز، بيقف مع اللعيبة، بينزل لهم أرض الملعب، بيحفزهم بشكل كبير جدا. فده لعيب عنده مواصفات القيادة، راجل قلبه على الفريق. ما تتكلم عن الوينش وتشوف اللقطات دي، لقطة مباراة أرتا سولار اللي كانت صعبة قوي، صعبة جدا، الفريق لعب زي ما قلنا كده ثلاث أشواط. لعبنا مباراة أمام أرتا سولار بطل جيبوتي، مباراة كانت في تنزانيا، بتتكلم عن إن المباراة دي كانت شوطين أنت خسران فيهم 2-0. بتتكلم على مباراة العودة اللي هي على أرضك ووسط جمهورك، في الشوط الأول منها خسران 1-0. إذن في ثلاث أشواط أنت خسران 3-0 وباقي لك شوط واحد المفروض إن أنت هتجيب فيه 4 أهداف عشان تعدي الدور ده. تبص على الونش بين الشوطين، بيشحن طاقة اللعيبة، يعني بيتكلم مع احد كباتن الفرق عمر جابر، احد اقدم اللعيبه في الفريق،
بيتكلم مع كل اللعيبه. دي لقطات عمر ما جمهور نادي الزمالك هينساها. دي في مباراه ارتا سولار ومباراه بيراميدز نفس الكلام. بيتكلم على لعيب عنده احساس بالمسؤوليه. لعيب بقاله كام سنه مع نادي الزمالك مستواه تصاعدي لحد ما بقى احسن مدافع في مصر وفي افريقيا. صحيح الاصابات في بعض الفترات كده الكوره ما بتديش كل حاجه وبيتصاب اصابه طويله وبيرجع وبيتصاب تاني. دي في مباراه بيراميدز بيكلم كابتن شيفو. يعني كابتن شيفو شوف الاحترام والوعي اللي عند الكابتن شيفو. شايفين الروح والكلام اللي بيتكلموا الونش اللي قاري المباراه من بره وبتفرج عليها من بره وبيقول للكابتن شيفو في 1 2 3 ما اعرفش ايه اللي بيتقال. بس احنا بلغه الجسد كده وبلغه الكوره شايفين ان هو بيشرح له حاجه في ارضيه الملعب ثغره ممكن يشتغل فيها الكابتن محمد عبد الشافي. فده الونش. الونش ان شاء الله باذن الله يكون اضافه كبيره جدا. يمكن كان في جلسه ما بينه وما بين كابتن معتيم الجمال في تدريب اول امبارح والراجل قال له خلي بالك احنا انت من اهم اللاعبين عندنا الحمد لله على سلامتك ولكن عايزك تلعب. ما تتحاولش انك السكينه تسرقك كده او تتدخل تدخلات قويه. لا واحده واحده وعلى مهلنا. ده بالنسبه للتدريبات الجماعيه. يعني هنشارك في التدريبات الجماعيه بس واحده واحده لحد ما ان شاء الله كده تبقى رجلك مشيت في ارضيه الملعب. بعد كده عايزين نشوف بقى الونش اللي احنا عارفين عنه انه راجل قوي جدا جدا في دفاع نادي الزمالك وراجل بيدخل قائمه الفريق النهارده استعدادا لمباراه المصر بورسعيدي. ان شاء الله باذن الله نشوف الونش حتى لو تدريجيا حتى لو هنشوفه في ارضيه الملعب طالما دخل القائمه يبقى هو مستعد بشكل كبير جدا في المباراه. ده احد اهم الحاجات اللي بكره هنشوفها في مباراه المصري عوده الونش. طيب ده احنا كلامنا عن الونش. ما بين الكواليس كده شفت الكابتن شيكابالا منزل ستوري انا عايزكم تشوفوه وتشوفوا ازاي اللعيبه عارفه قيمه مدافع قوي جدا في الفريق واحد قاده الفريق. نبص على الفيديو ده فيديو احتفالي كده من كابتن الفريق كابتن شيكابالا وباقي لاعبي نادي الزمالك بعوده الونش. تستاهل ان اي حد يقف وهو بيكلمك كونش وتستاهل التفاعل وتستاهل الدعم ده من لاعبي نادي الزمالك. طبعا اللقطه ما نقدرش نفوتها كده للكابتن شيكابالا نزلها على حسابه على انستجرام فاحنا استغلناها كده وبنوضحها لحضراتكم. عندك مكاسب كتير جدا في المباريات اللي فاتت. انت نادي الزمالك بنتكلم في اخر 4 مباريات بيعمل كلين شيت وده امر مميز جدا وكان غايب عننا فكرة ان انت نادي الزمالك يعدي كده المباريات ما يدخلش فيها اهداف كانت يعني مش شايفينها من نص الموسم اللي فات وقت ما مسك اسوريو. الراجل بسم الله ما شاء الله من اول مباراة لاخر مباراة قادها مع نادي الزمالك ما فيش مباراة ما دخلش نادي الزمالك هدف. كل المباريات كان اول مباراة وما كانش اختبار فني للكابتن معتمد جمال وده كان في حديثه طبعا اللي بكرره دايما ان الراجل في مباراه بيراميدز اتكلم ان انا اشتغلت معنويا ونفسيا مع اللاعبين. فانت بتتكلم فنيا ان الراجل ده كان بقاله 48 ساعه مسك الفريق في مباراه بيراميدز. المباراه قدام فريق اقوى سكواد في مصر فريق بيراميدز قدام لعيبه ازاي قويه جدا لعيبه عندها خبرات لعيبه دوليه لعيبه محترفين دوليين في منتخباتهم. انت بتتكلم على منافس قوي جدا وهو اللي كان بيبادر بالتسجيل وقدرت تتعادل معاه. اللي بعد مباراه بيراميدز كلين شيت في كل المباريات
وده أمر لو تعلمون عظيم. شغل فني على المستوى الدفاعي من كابتن معتمد جمال شغل محترم، وشغل احنا شايفينه في النتائج ان نادي الزمالك لا حلو، هو ده نادي الزمالك، ده اللي جماهير نادي الزمالك عايزاه. عايزين لا احنا نخرج من المباريات كلين شيت ونكسب وناخد اللي احنا عايزينه من المباراه. صحيح جمهور نادي الزمالك جمهور غير، ممكن مباراه تكسبها سكور يقول لك لا انا مش مبسوط، ليه؟ مش حاسس ان الفرقه بتلعب اللعب اللي انا بتمناه. طب مباراه ممكن نادي الزمالك ما يكونش حقق فيها نتيجه ايجابيه يقول لك لا اللعيبه عملت اللي عليها النهارده بس التوفيق ما كانش معاهم. فجمهور بيهتم بكل التفاصيل، جمهور نادي الزمالك العظيم اللي ما اقدرش اغفل دوره في كل المباريات اللي فاتت وفي كل السنين من اول ما انشئ نادي الزمالك عام 1911. جمهور عظيم، جمهور دائما وابدا ما بيدعم فريقه في اصعب واحلك الظروف. مباراه ارت سولار دي انا مش قادر انسى الهتاف اللي هتفه جمهور نادي الزمالك ما بين الشوطين. خسران 3-0 وفي 45 دقيقه مطالب ان انت تسجل 4 اهداف وجمهورك بيقول بالدم بالروح الماتش مش هيروح. وقد كان المباراه انتهت والماتش ما راحش ونادي الزمالك صعد في مباراه ما كانش المفروض تبقى بالصعوبه دي. مباراه امام منافس ما يستاهلش الصعوبه دي في انك تحقق عليه الانتصار او تتخطاه عشان تصعد للدور اللي بعد كده، ولكن ظروف الفرقه خلت المباراه صعبه. ظروف الفرقه خلت الشوط الرابع او الشوط الثاني من مباراه العوده شوط صعب جدا مصيري جدا. 45 دقيقه مطالب ان انت تحرز 4 اهداف. فيقول ما بين الشوطين وهي اللعيبه نازله بالدم بالروح الماتش مش هيروح والماتش ما راحش. ده جمهور نادي الزمالك العظيم. اتكرر الموقف ده في مباراة بيراميدز. مباراة بيراميدز وما بين الشوطين وبالدم بالروح الماتش مش هيروح والماتش ما راحش. كان جمهور نادي الزمالك اللي دائما وابدا اللاعب رقم واحد في الفريق عمل ملحمة في مباراة بيراميدز، خلى المباراة تشعل النار، خلى المباراة تخرج والناس كلها تقول لك ده ماتش تاريخي. ماتش تاريخي ايه يا عم؟ ده قبل نهائي، ده ايه يعني؟ ده ماتش مش ببطولة. لا هو ماتش تاريخي بالنسبة لنتيجته، ولو نفتكر مباراة مثلا 3-3 ما بين نادي الزمالك والأهلي، ولما بتتفرج على المباراة دي تقول لا ماتش تاريخي، 3 أهداف لكل فريق وتعادل، بس ماتش ما يتنسيش. دي من المباريات المهمة جدا جدا، عشان كده نتيجة المباراة هي اللي خلت الماتش ما يتنسيش. انك بيدخل فيك هدف وبترجع تتعادل، ويدخل فيك التاني وتتعادل، تروح وقت اضافي يدخل فيك هدف وتتعادل، انت قدام مباراة صعبة جدا. وبعد هدف بيراميدز جمهور نادي الزمالك تحديدا بعد هدف بيراميدز هتف الهتاف اللي بقول لحضراتكم عليه بالدم بالروح الماتش مش هيروح. ده جمهور نادي الزمالك الواعي الفاهم. يقول لك اي زملكاوي بيفهم كوره، والله العظيم دي جمله ما بتتقالش هباء، دي جمله حقيقيه. جمهور نادي الزمالك كده يقول اتكلم في التكتيك واتكلم في كل حاجه في الكوره، ما عندوش حاجه بتعدي كده، كل حاجه بتتعمل حسابها وكل حاجه بيلاحظها. فده جمهور نادي الزمالك العظيم اللي ليه كل التحيه والتقدير. ده شيء لو تعلمون عظيم. جمهور نادي الزمالك دايما بيبقى اللاعب رقم واحد في المواقف الصعبه جدا. تلاقي نادي الزمالك بيحمس اللعيبه، بيشحن طاقه اللعيبه، تلاقي اللعيبه بقدره قادر قدام اقوى سكواد بيتعادلوا وبيقدروا يفوزوا في ركلات الترجيح ويوصلوا ابعد نقطه في المباراه. بتنتهي المباراه 3-3 تكسب بركلات الترجيح بتوصل لنهائي كاس مصر اللي هيتلعب ان شاء الله كمان كام شهر. طيب ده شيء في منتهى الاهميه برضه حبينا نتكلم عنه، ودور نادي الزمالك، جمهور نادي الزمالك ودوره مع الفريق في كل المباريات في كل السنين اللي فاتت. طيب في حاجه مهمه جدا كمان، وهي ان اللجنه الهندسيه بنادي الزمالك نزلت بيان كده، نزل بيان نادي الزمالك عن ان في بعض
الخطوات المهمه جدا في بعض الشؤون الخاصه بحته اللجنه الهندسيه دي والانشاءات وبعض التطوير في كل حاجه عايزين نوريه لحضراتكم ونقراه مع بعض سوا. طيب، اعلنت اللجنه الهندسيه بنادي الزمالك برئاسه المهندس مجدي ميشيل عن اهم الاعمال اللي تم تنفيذها بدايه من 1 نوفمبر الماضي، وجاءت الاعمال اللي تم تنفيذها كالتالي. طبعا في حاجات كتير جدا زي ما انتم شايفينها كده، ولكن ابرزها صيانه واصلاح ملعب كره القدم الرئيسي، اصلاح وتطوير ملاعب قطاع الناشئين في الكره الطايره، وده امر مهم جدا. خلي بالك ملعب الكوره بنادي الزمالك هو فعلا محتاج صيانه ومحتاج اصلاح، وده طبعا بسبب البذره الشتويه وبسبب تغيير الفصول، ده طبعا احنا كلنا عارفينه وشايفين حاجات كتير جدا جدا تم عملها في الفتره دي من اللجنه الهندسيه. انا عايز اقرا كل ده، ولكن احنا هناخد على طول المهندس مجدي ميشيل رئيس اللجنه الهندسيه بنادي الزمالك يقول لنا بقى على التفاصيل دي من خلاله. يا باشمهندس شرفنا ومنورنا. ازيك يا باشا؟ متشرف بيك يا باشا. ازي حضرتك؟ ازيك يا باشا؟ قول لنا بقى عن اللي حاصل في الفتره دي، التطورات ايه، بعض الخطوات اللي خدتها اللجنه الهندسيه في نادي الزمالك في الفتره دي. هو الحقيقه فتره الشهر وشهر ونص اللي احنا اتشرفت ان احنا ان انا اكون رئيس اللجنه الهندسيه فيها، وان احنا نكون في اللجنه الهندسيه بمعاونه كل مجلس الاداره، الحقيقه الناس متعاونه جدا جدا معانا وبيغلبوا المصلحه العامه دايما. فاحنا ابتدينا، احنا عندنا مهندسين وفنيين كويسين واخد بال حضرتك، استعنا بيهم على اساس نعمل كل اعمال الصيانه والاصلاح اللي موجوده جوه النادي خلال الفتره دي، زائد برضو استعنا بيهم لاعمال جديده كتصميمات وترتيب جديد للنادي وتقسيمات جديده. فمثلا يعني الموضوع بتاع حمام السباحه، الغلايات كانت عايزه صيانه واصلاح عشان طبعا تسخين الميه، عشان انت عارف احنا في شتاء كل سنه طيب. صحيح. عملنا الكلام ده على اعلى مستوى والامور ماشيه كويس قوي. الملعب الرئيسي بتاع النادي بعد الانتخابات كانت الارض طبعا تعبانه جدا جدا، لانه طبعا استخدم في ايام الانتخابات. فبرضه صلحنا الى حد كبير، وتم اقامه ماتشين عليه بتوع الاهلي والزمالك الناشئين. والحمد لله كسبناهم يعني. صحيح. صالة تنس الطاولة كانت مهملة بالكامل. وصالة تنس الطاولة دي من الحاجات اللي هي دولية ومحترمة جدا جدا وعلى أعلى مستوى. صينا الدور الأرضي بتاعها بالكامل، وبنعد الدور الثاني بالكامل عشان يبقى لزملائنا الأعضاء كنشاط تنس طاولة. استهلاكات الميه والكلام ده كله لقيناها عاليه جدا، فعملنا نظام الري بالبيارات والترمبات وصلحناها وشغلناها. السقف الصحي كان فيه مشاكل كتيره قوي، اعدنا تشغيل كل خطوط السقف الصحي والنهارده ما فيهاش اي مشاكل. الغاز في النادي رفعنا قدرته 3 أضعاف، علشان كل الحاجات اللي بتشتغل بالغاز الطبيعي زي الغليات والسخانات وكل الكلام ده كله تشتغل في وقت واحد، ما تشتغلش على فترات. حمام السباحه برضو الاضاءه كانت فيه مش قوي، ورفعنا كفائتها وزودنا الاناره بتاعت حمامات الغطس علشان يبقى فيه فترات كبيره للفرق التدريب. الملاعب الناشئين بتاعت الكره الطايره برضو نفس الشيء، صلحناها بالكامل وعملنا برضو في ملاعب الباسكت بوردات جديده. النادي النهري ادينا له اهميه خاصه لانه طبعا فرع جميل جدا جدا وكنز من كنوز نادي الزمالك. صيناه بالكامل، وهن دلوقتي بنبتدي نعمل خطه ايجار لبراندات كبيره تديره جنب كافيتيريا يديرها النادي. يعني دي بعض الحاجات. طبعا الفريق الاول الغرف بتاعته والمغاسل بتاعت كل الفرق الرياضيه كانت برضه معطله شغلناها. بالنسبه للحاجات اللي احنا انجزناها فعلا يعني. طيب الفتره اللي جايه يا باشمهندس مجدي، ايه اللي ممكن يحصل تاني؟ ايه اللي قدامكم كتارجت هتشتغلوا ان انتوا تحققوه في الفتره اللي جايه؟ بص حضرتك، في فتره قريبه جدا 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 يعني احنا عملنا الرسومات والتصميمات التنفيذيه
لأرضيات المدخل الرئيسي بتاع حمام السباحة والجزء اللي جنب المبنى الاجتماعي. هنغير له كله انترلوك ولاندسكيب على أعلى مستوى، وهيبقى حاجة إن شاء الله يبقى رائعة يعني. دي أول خطوة في حتة الأرضيات وتغييراتها اللي مجلس الإدارة وعد بيها في البرنامج الانتخابي بتاعه. كمان عملنا تصميمات والمؤيسات والكلام كله بتاع إنشاء ملعب الكروكيه، يعني اللعبة دي كانت ألغيت في نادي الزمالك على الرغم من نادي الزمالك طول عمره بطل الشرق الأوسط فيها يعني. صحيح. نفس الشيء بالنسبة للمقصورة والجزء بتاع ملعب الكابتن حلمي زامورة، عملنا مدرج، يعني عملنا تصميم مدرج وتصميم مقصورة ان شاء الله هنبتدي فيها. لا ده مهم جدا، المدرجات بتاعت ملعب حلمي زامورة ده مهم جدا. هو هيبقى مدرج واحد يعني، مش عايزين نحلم قوي يعني. هو مدرج احنا نحلم واحدة واحدة وهنحققها يعني خطوة خطوة، ولكن ده مهم قوي لان ده هامم وفارق جدا مع جمهورنا الزمالك ان شاء الله. وبتعمل كمان تصميم لعيادة وصيدلية متبرع بيها الاستاذ ممدوح عباس، ابتدينا برضو نشتغل في تصميماتها. ندرة ملاعب وملاعب والعاب الصلاة، احنا في ثلاث ملاعب ان شاء الله هنضيفها بتاعت كوريجا يعني بتاعت العاب الصلاة كلها. في جيم هيبقى للرياضيين بتوع العاب الصالات، لان الجيم اللي موجود ما يتناسبش مع قيمه نادي الزمالك، الجيم اللي موجود لالعاب الصالات يعني. طب مهم قوي برضه، انا عايز حضرتك تتكلم باستفاضه عن حته المدرج دي، هيبقى في انهي جهه من اتجاهات الملعب؟ شوف حضرتك، احنا هيبقى في الاتجاه يعني نفس مكان المقصوره القديم بالظبط، يعني بالزبط. المدخل اللي انت داخل منه دلوقتي حاليا هيبقى في الوش، يعني وش المبنى الفريق الاول دلوقتي بالظبط في الناحيه الثانيه من الفريق الاول. بالمناسبه صحيح، احنا هنبتدي نطور كل منظومه الاوض خلع الملابس والجيم والمنطقه المحيطه بالفريق الاول كمان، ودي تقريبا برضو رسوماتها خلصت وممكن نتعاقدها في خلال اسبوع او 10 ايام ممكن مع الشركات اللي هننزل مناقصه ليها يعني. ان شاء الله فتره كده تبقى ان شاء الله مش بعيده قوي نعمل مداخله دي ونشوف كمان حاجات كتير حصلت لحضرتك. لا قلت عليها باذن الله. شوف اقول لحضرتك حاجه، الحقيقه يعني مش نوع من التحيز او الكلام ده كله. اتفضل. كل الملفات في مجلس الاداره شغاله كلها بالتوازي مع بعض على اعلى مستوى، سواء الناحيه الاعلاميه، سواء الاستثمار، سواء الناحيه الهندسيه، سواء الناحيه الماليه، سواء الناحيه الكرويه. صدقني الناس دي بتشتغل 24 ساعة وبتشتغل بخبرة وبعلم وبتفاني غير طبيعي، وادونا فرصتنا بس يعني ادونا فرصتنا. أي بلد في العالم بيحصل فيها تغيير على الأقل بناخد 100 يوم يعني، واخد بال حضرتك؟ احنا مش طمعانين منكم غير الفرصة، ادونا الفرصة وصدقني ان شاء الله هتشوفوا حاجة كويسة قوي ان شاء الله. هل المدرج اللي هيتعمل في ملعب حلمي زامورة هيبقى مدرج لدخول مثلا الجماهير، بعض الجماهير ان هي تخش تتفرج على تدريب النادي، ولا تبقى عاملة ازاي؟ يعني هو ممكن يكون مدرج يعني يشيل 2000 مثلا يعني، يعني احنا لسه ما استقرناش على الساعة او الكلام ده كله. لسه كلها صدور التصميمات اللي هي بنحاول نعتمدها او نشوفها، واللي تتناسب برضه مع يعني مش عايزين برضه نعمل حاجه كبيره قوي، واحنا طبعا انت عارف فرع اكتوبر بالنسبه لنا تارجت 1 يعني. فدي بنعملها بس عشان يبقى رجعنا الحته الصوره الذهنيه عن نادي الزمالك وملعب حلمي زامورة انه كان في مدرج، ولكن انا هاخد من كلام حضرتك انه هيبقى مدرج يسع ل 2000 مشجع. يعني تقريبا 2000 متفرج مع مقصوره وصاله كبار زوار. باشمهندس مجدي شرفتني ونورتني كالعاده. واشكر طبعا المهندس مجدي ميشيل رئيس اللجنه الهندسيه بنادي الزمالك. قبل ما يخش معانا المهندس مجدي ميشيل كنت بكلم حضراتكم عن ارقام نادي الزمالك دفاعيا. ده كان مفتاح ان انا اتكلم عن ارقام نادي الزمالك هجوميا اللي هنوريها لحضراتكم دلوقتي ونقراها مع حضراتكم وتشوفوا نادي الزمالك عامل ايه هجوميا لحد دلوقتي في كل البطولات اللي بيلعب فيها. طيب نادي الزمالك لو بنتكلم على الدوري فهو اقوى خط هجوم في الدوري، سجل 14 هدف بالتساوي طبعا مع فريق سيراميكا كليوباترا، لكن نادي الزمالك لعب مباراه اقل. نادي الزمالك سجل في كل مبارياته في الدوري بلا استثناء، كل المباريات سجل فيها نادي الزمالك.
انت بتتكلم على الاسبوع التاسع اللي هيتلعب بكره ده، المباريات اللي قبله كلها سجل فيها نادي الزمالك. نادي الزمالك هو اللي حقق اكبر نتيجه لحد دلوقتي في الدوري بالفوز على سموحه 5-1. زيزو هو هداف نادي الزمالك برصيد 4 اهداف، وزيزو هو هداف نادي الزمالك في المواسم الثلاثة الأخيرة. كان هداف الدوري في موسم 2021-2022 لما سجل 19 هدف. سجل لنادي الزمالك 7 لاعبين. زيزو سجل، كابتن شيكابالا سجل، يوسف أوباما سجل، سيف الدين الجزيري وإبراهيم أنداي ونبيل عماد دونجا ومصطفى شلبي، كل هؤلاء اللاعبين سجلوا لنادي الزمالك أرقام مميزة جدا هجوميا لنادي الزمالك حتى الان. ان شاء الله باذن الله هتبقى مباراه بكره مباراه مهمه جدا جدا. 3 نقاط هيعنوا الكثير. 3 نقاط في الوقت ده في الفتره دي هيطلعوك 6 أو 5 6 مراكز، وده مش المطلوب او الترتيب مش هنبص له دلوقتي، ولكن انت في مشوارك اطول بطوله هي بطوله الدوري، فانت بتحاول واحده واحده تبقى في منطقه قريبه معتاد عليها نادي الزمالك، بطل الدوري في الموسمين اللي قبل اللي فات ده، فانت بتتكلم على انك دايما بتنافس، فده هيفرق بشكل كبير جدا مع نادي الزمالك الفوز في مباراه المصري البورسعيد. ان شاء الله بعد المباراه بكره نطلع هنا في زملكاوي، وان شاء الله زميل العزيز اللي هيقدم الحلقه يبارك لجمهور نادي الزمالك العظيم ان شاء الله باذن الله بالفوز في مباراه بكره. بكده تكون خلصت كل الحاجات اللي حابين نكلم حضراتكم فيها في بداية حلقتنا. هنطلع لفاصل ونرجع من الفاصل نروح لفقرة الأخبار، ابقوا معنا. رحل عن عالمنا في 13 ديسمبر من عام 2017 عن عمر يناهز 75 عاما، لكنه لا زال حيا في قلوبنا. أحمد رفعت أحد الرموز الخالدة في تاريخ نادي الزمالك. الراحل أحمد رفعت من مواليد حي بولاء بالقاهرة في يوليو من عام 1942، كان أحد الرموز والنجوم الذين ساهموا في زيادة شعبية الزمالك رفقة عدد كبير من نجوم الفريق. زالت حاضرة ترفرف في أرجاء 100 عقبة، واستمرت عالقة بل محفورة في قلوب وأذهان عشاق النادي الملكي. أحمد رفعت، لن ننساك أبداً.
اهلا بكم من جديد مشاهدي زملكاوي في كل مكان. وصلنا لفقره الاخبار. اول اخبارنا النهارده من عند قائمه نادي الزمالك اللي اعلنها الكابتن معتمد جمال، واللي هتخوض مباراه المصري البورسعيدي بكره ان شاء الله في تاسع جولات الدوري المصري الممتاز. كابتن معتمد اختار القائمه وكانت كالتالي: في حراسه المرمى محمد عواد وعبد الرحمن نفاد، معاذ علاء الدين، في خط الدفاع عمر جابر وحمزه المسلوسي ومحمود حمدي الونش، محمد عبد الغني، محمد طارق واحمد رفاعي، كابتن محمد عبد الشافي وعبد الله جمعه، في خط الوسط نبيل عماد دونجا، محمد اشرف رؤى، عمرو السيسي، سيد نيمار، احمد مصطفى زيزو، كابتن محمود عبد الرازق شيكابالا، ابراهيم انضاي، يوسف اوباما، في خط الهجوم سيف الدين الجزيري، ناصر منسي وسامسون اكينيولا. طبعا القائمه بتشهد عوده الونش زي ما قلنا لحضراتكم في بداية حلقتنا، وكمان أحمد رفاعي أحد نجوم فريق 2003 اللي هجيلكم عنه بعد هذا الخبر. يمكن دي القائمة. إن شاء الله أي لاعب هيرتدي تيشرت نادي الزمالك إن شاء الله في مباراة بكرة يأدي ويعمل اللي عليه، إن شاء الله يكون ليه دور مع نادي الزمالك. في تاني أخبارنا وهو غياب واحد من نجوم ورجال دفاع نادي الزمالك، محمود علاء. محمود علاء اتصاب، فأعلن نادي الزمالك غياب محمود علاء عن مواجهة المصري البورسعيدي بكرة. ده طبعا بعد ما اشتكى محمود علاء من شعوره بآلام في أنكل القدم خلال التدريبات الختامية لهذه المباراة، وخضع عليه بعض الفحوصات الطبية، وبناء عليه فضل الجهاز الفني والطبي منح محمود علاء فرصة لخضوعه لبرنامج تأهيلي حتى يصبح جاهزا مرة أخرى. سلامات يا محمود. ومحمود علاء في الفترة الأخيرة أصبح أحد أهم اللاعبين لما يملكه من خبرة في خط دفاع نادي الزمالك. أحمد رفاعي. أحمد رفاعي هو لاعب مواليد 2003. صحيح اشترك في تدريبات الفريق الأول في فترات قبل كده مع أكتر من مدير فني، ويمكن لعب مباراة واحدة كده بس بعد ما نادي الزمالك أحرز بطولة الدوري، وبعد ما حسم الفوز بيها شارك هو في آخر مباراة في الموسم قبل اللي فات مع الفريق. لو حبينا نتكلم كده ونعرف الناس على أحمد رفاعي، فهو انضم لنادي الزمالك، وطبعا أحمد رفاعي ماشي بشكل كويس جدا مع الفريق بتاعه فريق 2003، واشترك مع الفريق في قمة بطولة الجمهورية ما بين نادي الزمالك والاهلي، وساهم طبعا في فوز فريقنا بهدفين مقابل هدف. تم تصعيد احمد رفاعي بعد متابعه مستمره من الكابتن معتمد جمال مدير الفني للفريق واحمد مجدي مدرب الفريق، وده جه بالتنسيق مع الكابتن ابراهيم صلاح المدير الفني لفريق 2003. سبق وتواجد زي ما قلنا لحضراتكم تواجد احمد رفاعي في الفريق الاول في فترات قليله، وهو دلوقتي أحد الركائز المهمة جدا في دفاع فريق 2003. رفاعي مواليد 1 يناير 2003، بدأ مسيرته الكروية مع نادي الزمالك بعد الدخول للقلعة البيضاء من خلال الاختبارات في مسقط رأسه بالشرقية، واختاروا الراحل الكابتن عادل عبد العاطي مدرب نادي الزمالك السابق بقطاعات الناشئين. رفاعي تدرج مع كل فرق النادي لحد ما وصل ليه الفريق اللي هو تحت الفريق الاول دلوقتي اللي هم مواليد 2003، وحقق العديد من بطولات الناشئين مع النادي، دوري الجمهوريه ودوري الجيزه. واحمد رفاعي خلي بالك بيرتبط بعقد مع نادي الزمالك لما وقع في عام 2021 على عقود احترافيه مع نادي الزمالك لمده 4 سنوات. وخلي بالك اللي عمل العقد ده لاحمد رفاعي كان الكابتن حسين لبيب وقت ما كان بيقود اللجنة المكلفة بشؤون نادي الزمالك في 2021. هيبقى إضافة مهمة جدا ولعيب واعد جدا أحمد رفاعي مع نادي الزمالك. طيب الجهاز الطبي من نادي الزمالك قال إنه النهاردة خلاص حصل على التطعيمات قبل السفر لأنجولا لمواجهة سجرادة. فقرر الجهاز الطبي من نادي الزمالك بقيادة دكتور محمد أسامة حصول الفريق على التطعيمات الخاصة النهاردة قبل ما يسافروا لأنجولا بعد مباراة المصري البورسعيدي. اللعيبة والجهاز الطبي والجهاز الفني والإداري حصلوا على كافة التطعيمات الخاصة بالسفر لأنجولا استعدادا لمواجهة بطل أنجولا سجرادا.
المباراة هتكون يوم 20 ديسمبر الجاري في أنجولا ضمن مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات بالكونفدرالية الإفريقية. بعد كلام في الفترة الأخيرة كان على ناصر منسي. ناصر منسي في ناس بيقول لك ده هيرجع مش عارف فين، هيرجع تاني البنك الأهلي، كلام كتير جدا وشائعات ليس لها أساس من الصح. الجهاز الفني قعد مع ناصر منسي وأكد له إن احنا محتاجينك وانت معانا ومكمل معانا، وما تسمعش لأي كلام ولا لأي شائعة من الشائعات، ركز مع الفريق وانت هتاخد فرصتك الكاملة في المباريات اللي جاية. احنا عندنا ضغط مباريات كتير جدا، عندنا أكتر من منافسة، أكتر من بطولة بنشتغل فيها، فانت هتاخد فرصتك ان شاء الله في اللي جاي. وده كان مهم جدا وتأكيد مهم جدا من الجهاز الفني للفريق على احترام إمكانيات ناصر منسي ان شاء الله اللي هيفضل مستمر مع نادي الزمالك، ان شاء الله ياخد فرصته. اللعيب مميز جدا وما ننساش مشاركته في مباراة بيراميدز، احرز هدف وصنع هدف، ما ننساش الموسم اللي فات ولما شارك مع نادي الزمالك في دوري الأخيرا بقى. لجنة الحكام الرئيسية أعلنت عن طاقم التحكيم الخاص بمباراة نادي الزمالك بكرة أمام المصري البورسعيدي. هيقود المباراة تحكيميا محمود البنا حكم رئيسي للمباراة وحكم ساحة للمباراة، وهيعاون كابتن محمود البنا كل من كابتن محمود أبو الرجال حكم مساعد أول، هاني عبد الفتاح مساعد تاني، حمادة القلاوي حكما رابعا، وعلى تقنية الفيديو الحكم محمد عادل حكما للفيديو، ومساعد لحكم الفيديو الحكم أحمد حسام طه. كل التوفيق إن شاء الله بإذن الله، ولا نرجو ولا نطلب سوى العدالة من جانب التحكيم. كده تكون انتهت أخبارنا. هنطلع لفاصل، وبعد الفاصل هنروح للجزء الثاني من حلقتنا اللي في ضيافتنا وهيشرفنا فيه الدكتور محمد خليفة الناقد الرياضي وأفضل من كتب عن نادي الزمالك. بعد هذا الفاصل القصير ابقوا معنا. الذي انتظر خلاله الجميع إطلاق الليبي عبد الحكيم الشلماني حكم مباراة الزمالك والرجاء البيضاوي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا نسخة 2002 صافرة انتهاء الشوط الأول، أطلق قامر عبد الحميد الشهير بدونجا قذيفة مدوية لتسكن الكرة الشباك وتعلن عن أغلى أهدافه عبر مسيرته الكروية. حط ايده فيها الشل عليت، ولكن عمل كلوب ويحط الزمالك في المقدمة. نهائي للتاريخ جمع الزمالك بالرجاء المغربي على لقب الأميرة السمراء في مثل هذا اليوم 13 من ديسمبر من عام 2002، فبعدما استطاع أبناء مدرسة الفن والهندسة الخروج بنتيجة جيدة من ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء وسط هطول الأمطار الشديدة على أرضية الملعب والحفاظ على نظافة شباكهم عقب مباراة حماسية غلب عليها الأداء التكتيكي والروح العالية من قبل نجوم أبطال مصر والظفر بتعادل سلبي خارج الديار. تكفل تامر عبد الحميد بحل الألغاز الدفاعية للفريق المغربي بالإياب في القاهرة، وكان كلمة السر في حسم اللقب الخامس للزمالك بدوري أبطال إفريقيا. واستبسل نجوم الزمالك خلال الشوط الثاني في المواجهة أمام الهداف المغربي هشام بوشروان ورفاقه، واستطاعوا الحفاظ مجدداً على نظافة شباكهم حتى صافرة النهاية ليتوجوا باللقب الخامس لرابطة دوري الأبطال وسط 100,000 مشجع من أنصارهم بملعب القاهرة الدولي. ومثل الزمالك في مباراة القاهرة في تشكيلة البرازيلي كابرال كولمن، عبد الواحد السيد في حراسة المرمى وثلاثي قلب الدفاع، وإلى الأباني وبشير التبعي ومدحت عبد الهادي والظهيرين طارق السيد وإبراهيم حسن،
ولاعب الارتكاز وصاحب هدف التتويج تامر عبد الحميد، بجانب الثنائي محمد أبو العلا وحازم إمام، والثنائي الهجومي وليد صلاح عبد اللطيف وحسام حسن. 13 ديسمبر كان تميمة الحظ والألقاب القارية للزمالك. شهد اليوم ذاته على عناق الفارس الأبيض لقب دوري الأبطال عام 1996 على حساب شوتينج ستارز النيجيري عبر ركلات الجزاء الترجيحية، بعدما فاز بطل مصر بهدفين مقابل هدف، وهي النتيجة ذاتها التي خسر بها في لقاء الذهاب في نيجيريا. وسجل ثنائية الزمالك يومها كل من مدحت عبد الهادي وأيمن منصور، وتعملق الحارس نادر السيد خلال ركلات الترجيح، وكان سببا بارزا في تتويج أبناء ميتو عقبة باللقب الإفريقي الثمين. اهلا بكم من جديد مشاهدي زملكاوي في كل مكان. وصلنا للجزء الثاني من حلقتنا في ضيافتنا الضيف العزيز الغالي جدا دكتور محمد خليفه، مشرفني ومنورني. سعيد طبعا ان انا في قناه الزمالك، ده اول حاجه، بس سعيد اكتر ان انا في زملكاوي مع احمد علي حبيبي. يعني ربنا يخليك يا حبيبي، شرفنا ومنورنا. ده انا اللي بتشرف ان انا معاك يا احمد والله. عايزين من اخر حاجه عملها نادي الزمالك مع معتمد جمال تشوف لنا وتقول لنا رؤيتك لنادي الزمالك مع الكابتن معتمد جمال، وخد 5 مباريات، شايف ازاي مدى التغيير اللي اتغيره نادي الزمالك مع الكابتن معتمد؟ انا احب افصل الاول مباراه بيراميدز. مباراه بيراميدز الراجل مسك قبلها بحوالي 72 ساعه، ما كانتش حتى لعب بثلاثة ورا، مش هو الطريقه اللي كمل بيها بقيه المباريات. يعني هو ممكن مباراه بيراميدز يعني كانت مباراه اشبه بقياده فنيه للجمهور. يعني لو في طبعا كابتن معتمد عمل دور كبير في ان هو عمل هيئ اللاعبين نفسيا للمباراه. الزمالك خاض المباراه دي بافضل شكل، مش فني ولكن بافضل شكل نفسي. اللعيبه كانت بتقاتل، جايه من الجمهور وجايه من الروح اللي هي كانت موجوده في الفريق بشكل عام. طبعا كابتن معتمد يحسب لي نقطه انه يقدر يلم الفريق في النقطه دي، وتغييراته وتفاعله من الماتش كان كويس، انما اسلوب اللعب نفسه في البدايه ما كانش فيه جديد. الجديد حصل بعد كده. يعني ابرز ملاحظات على فتره كابتن معتمد جمال في رايي ملحوظتين. ملحوظه ايجابيه جدا اللي هي التزام الدفاعي. قبل ما هنيجي للسلبيه نبدا بالايجابيه. ماشي. نبدا تماما طبعا، وربنا نتمنى له كل خير خاصه غدا، يعني مباراه مهمه يعني. فالالتزام الدفاعي مع كابتن معتمد، هو ما بعد لقاء بيراميدز اللي لعبوا 3 رجع الزمالك يلعب 4. في فرق كبير بين الثلاثه اللي كان بيلعب بيها فريرا وحسن بيها لقاء الدوري، 3 بس مع وينج باكس بيرجعوا، كان احمد فتوح اللي هو باك ظهير ايسر بيلعب وينج باك، وسيد عبد الله وينج باك، ممكن سيد مش ظهير قوي بس يعني محسوب، فكانت اشبه ب5. انما اسوريو كانت 3 متطرفه، 3 3 دي عملت مشاكل للزمالك دفاعيه. يمكن اسوريو كان بيبحث دايما عن اللاعب زايد وكان بيدي شكل هجومي، ولكن حته 3 ورا دي كانت عامله مشاكل في الزمالك. تعال نبدا من اخر لقاء لعبه الزمالك اللي هو لقاء الرحيل، اللي هو لقاء زد. لا، لقاء زد رحيل اسوريو، اسوريو عشان نشوف كابتن معتمد خد منين ووصلنا لايه. صحيح. لقاء زد تعال نشوف طريقه 3 بتعمل ايه في على مفيش بقى ارتداد، مفيش برضه عندك المساك اللي يعرف يبقى امتى يضم وامتى يرجع. دي كانت عامله مشاكل للزمالك. الزمالك من بعد لقاء بيراميدز اللي هو الزمالك بدا يرجع يلعب 4 ورا. تعال نشوف ده ظهر ازاي معانا، مجموعه من الصور كده هتظهر الزمالك قد ايه بقى كمان باكين الطرف ملتزمين جدا جدا دفاعيا مع الزمالك، وتاثيرهم كان عامل ازاي. طب قبل ما نروح للصور انا عايزك تقيم لي انت رايك في التدرج اللي مشي بيه كابتن معتمد لحد مباراه سجرادة. تدرج طبيعي لفريق مش ظروفه الفنيه افضل شيء، ولا في خيارات كبيره في السكواد، فالاسلوب المتحفظ مناسب للزمالك. يعني عدى المرحله بشكل مناسب، ولكن دايما بيبقى السؤال انت بتعدي المرحله بالتزان الدفاعي والحاجات، يعني الحاجه اللي تحسب جدا ليك، ولكن الحته بقى بتاعت الوقت اللي ممكن هيجي مستقبلا وانت عايز مباريات ليفل اصعب، وازاي تهاجم ما انت الزمالك اللي هو هينزل الطرف اللي بيبحث عن الفوز. هو ده السؤال اللي هيتم الاجابه عليه. هل الزمالك عنده الشكل اللي يقدر ينزل الملعب مش بس متزن دفاعيا وعنده حرص،
ولكن قادر ان هو يكون عنده خطوره كبيره هجوميه، لان الزمالك دايما بيطارد النتيجه ودايما مطالب انه يكسب في اغلب المباريات. لو هنقول ان في مباريات عادي جدا ان انت تنزل تلعب بتحفظ وكذا وكذا وكذا، ممكن تلعب ماتش مثلا بتلعب في دور اقصائي في بطوله زي الكونفدراليه بعد كده توصل او حاجه زي كده، ممكن تلعب ماتش متوازن وماتش دفاعي كمان، او في اوقات من المباراه ان انت تبقى متقدم وتلعب بالشكل ده. اعتقد كابتن معتمد ادانا الشكل اللي انا انفع اعمل الشكل بتاع ان انا احافظ على النتيجه. صحيح. الشكل بتاع ان انا انزل اطارد النتيجه بتبقى فيها لسه علامات استفهام. انا كمشاهد ما تلقيتش اجابه بتاع ان الزمالك ينزل نازل بشكل شرس يدور على جون ويجيبه وفي نفس الوقت خطوطه الدفاعيه متزنه. لا لسه. تعالى برضو دي حنجلها، بس انا عايز جدا جدا نبص على التأثير الايجابي للاتزان الدفاعي اللي بقى موجود والالتزام على الزمالك بشكل عام. نيجي للصور عشان الصور هتبدأ بالنتائج. صحيح. اللي هي ايه؟ ده الاكس جي بتاع ابو سليم، الاهداف المتوقعة لابو سليم زيرو، مفيش غير حاجة كده كورة في اخر الماتش اللي هي رمية التماس. ممكن نرجعها شوية ان ابو سليم مش خصم قوي. تعالى نشوف برضو اللي بعديها اللي هو لقاء سجرادة. الأحمر ده الأهداف اللي سجرادة سجلتها زيرو طبعا، ودي الأهداف المتوقعة لسجرادة قليلة. النص والحاجات اللي زي دي اللي هي بتبقى تسديدات من بعيدة، نص هدف كل مباراة دي يعني نل زيرو. لأن في النهاية بنشرح الصورة ده أي فريق، أي فريق لو شاط بتحتسب مثلا 1 من 10 محاولة، أي حتى لو من بعيد. بس طالما وصلناش لرقم مؤثر كهجمة يبقى اعرف ان الفريق ده قدم شكل دفاعي جيد. لان يعني والناس تفتكر كده ببساطه عواد صد ايه؟ صحيح. في ماتش سجرة مفيش غير كوره واحده بس اللي عواد عمل عليها تراي، طبيعي برضو يعني بس مش بشكل مؤثر، فده يحسب ان شكل الفريق دفاعيا كان كويس. تعال نشوف الصوره اللي بعديها برضو تشرح لنا بشكل افضل. ده ماتش فيوتشر، خصم قوي، فيوتشر عمل علينا هجمات بس هي كلها كانت في النهايه، النهايه اللي كانت فيها ايه؟ كرات عرضيه. يعني ممكن لو تاخد بالك ساعات اما الفرق بتبقى فيه يعني سنه الياس، كرات العرضيه، الكرات العرضيه برضو بترفع الاكس جي شويه لان هي الاهداف المتوقعه بترتفع من المكان اللي بتوصل فيه الكوره، بس ما فيش حد كانت عنده حاجه مستريحه غير الكوره اللي عبد الغني ما راقبش فيها عمر السعيد بشكل كويس واتلعبت هيد، دي عشان هي مكانها قريب بترفع الاهداف المتوقعه، بس الناس لو تاخد بالها ما كانش فيه برضو حاجه مؤثره، يعني فكره ان الزمالك تقدم على فيوتشر ما بعد ده لا الزمالك ما تعرضش لخطوره، وخصوصا الفرق كان هدفين، ما كانش فيه الشراسه اللي على مرمى الزمالك بتديك ان الفريق ده لا حاطط الزمالك مثلا وضغط عليه، لا الشكل ده كان كويس، كويس جدا كمان. يعني انا هدي مثال مباراه سموحه، تميز كبير، الزمالك فاز 5-1 ومتميز جدا 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 وشكل كان ممتع، ولكن الزمالك تلقى فرص كبيره جدا من سموحه رغم انه متقدم 3، انت متقدم 3 ممكن خلاص بقى انت امنت. اصوله ما كانش عنده الشكل التامين ده، يمكن كان بيعمل شكل هجومي شرس وممتاز وممتع فيه ساعات وممتع، يعني في احيانا المشجع ممكن يبقى في المدرج مبسوط، ولكن هي الحته بتاعه اللي جاي معتمد يحطها في الفرقه الالتزام الدفاعي دي بتظهر بقى في المباراه. زي ما قلنا مباراه زي فيوتشر، فريق تقدم هدفين، فيوتشر كانت ليه محاولات بس في الاخر، لو تاخد بالك هي كلها في الاخر. نبص الصوره اللي بعدها ممكن توضح اكتر برضو معانا اللي هي ده بقى الالتزام الدفاعي بتاع الطرفين. ده الخريطه الحراريه بتاعت عمر جابر طول اللقاء. هتلاقي ايه؟ عمر جابر ملتزم جدا، الخريطه الحراريه كل ما تغمق ده اماكن تواجد اكتر، كل ما تفتح دي اماكن تواجد اقل، ولكن هتلاقي بيغطي كتير في قلب الملعب. احنا طبعا عشان معلش لقطات من فيديوهات بتاعت مباراه الافريقيه فالصور بتشرح، الصور هنا بتشرح ان عمر جابر مقدم اداء متوازن. وبص وانس الزمالك اتقدم، هات بقى بتاعت الشوط الثاني هتلاقي عمر جابر ملتزم جدا في نص ملعب الزمالك، الغمقان زاد في نص ملعب الزمالك، ودي مناطق استلام الكوره اغلبها في نص ملعب الزمالك. التزام، انا تقدمت المباراه طبعا. كابتن معتمد كان مدافع، مشروع مدافع رهيب على فكره. صحيح. يعني هي الاصابات حرمتنا منه. فدي مديه يعني ايه الطابع ده، يعني ده عمر جابر الشوط الثاني اسهاماته الهجوميه قليله والتزام دفاعي كامل. ومش ده عمر بس، عبد الشافي برضه، يعني عبد الشافي هو اكتر لاعب قطع الكره في الزمالك. تعال نشوف برضو نفس النظام اللي ينطبق على عمر ينطبق على عبد الشافي، خريطة حرارية متوازنة ما فيهاش تطرف هجومي، ولكن نقلب الصورة عشان نروح لعبد الشافي، هي نفس النظام. خريطة عبد الشافي ده من ناحية الشمال، خريطة متوازنة في بداية اللقاء
بيسهم شويه هجوميا ولكن مش بشكل متطرف، يعني حدود منطقه الجزاء بتتلمس بس مش بشكل كبير. تيجي الشوط الثاني وانس ان انا اتقدمت، لا انا هلعب على احافظ على فرصي، مسانده دفاعيه اكتر، مناطق الاستلام بتميل لنص ملعبك وعدم تقدم بشكل كبير. تمام. وده بيساهم ان الزمالك قدر يعمل كلين شيت. طبعا طبعا ما نقدرش نفصله عن سياق المباراة اللي الزمالك لعبها يا محمد يا احمد. يعني الزمالك لعب برضو ابو سليم، صوار، انا ما جبتش حاجه من صوار لان صراحه مستوى فرقه صوار مش مقنع. يعني انا حاسس حتى ان هو يعني يا ريت ياخد بونت من اي فرقه من اللي بيلعبونا يعني. ولكن سجرادة وابو سليم فرق متوسطه، ممكن اقل من المتوسط سنه بس في النهايه فرق يعني شبه فرق كانت موجوده في الدوري كانت بتعمل علينا خطوره. احنا الداخليه السنه اللي فاتت عمل علينا خطوره. فابو سليم وسجرادة ممكن نحطه في نفس الليفل ده، فكره ان انت ما تتعرضش لاي خطوره من الفرق دي، فدي تحسب لكابتن معتمد. انا بدي الراجل حقه عشان الجزء الجاي هيبقى فيه الملاحظات اللي ممكن الجمهور ما بيبقاش مبسوط منها. يعني مثلا جمهور الزمالك ما كانش مبسوط بعد ماتش ابو سليم، ماتش سجرادة الجمهور برضو يعني ايه برضو يعني فاهم احنا الزمالك مش 1-0 هي اللي بالنسبه لنا بتخوف. هامش الهدف بيخوف يا احمد، يعني في النهايه ممكن كره طويله اوت عرضيه، اصل انت ما تامنش كره ثابته، الحاجات اللي زي دي ممكن تبقى خطر عليه. فانا شايف ان في عندنا حاجه للتحسن الهجومي، يعني الزمالك محتاج انا ممكن ابقى متوازن دفاعيا وممكن احسن شويه في الهجوم. الحاجه للتحسن الهجومي دي برضو انا هبدأ من النتيجه ونرجع للاسباب. النتيجه بتظهر معانا في شويه صور كده اللي هو ماذا قالت اليه المباراه اللي الزمالك لعبها. تعال نشوف الصور اللي معانا اللي بتتكلم ان الزمالك برضو لا في حته كمان هجوميه محتاجه تتحسن. ده الاكس جي بتاع الزمالك، الاهداف المتوقعه بتاع الزمالك في لقاء ابو سليم. الناس تبص برضو قليل قوي، يعني اللحظه اللي هي دي في الدقيقه 75 هو ده اللي ارتفع الاهداف المتوقعه. هو ده الهدف، هو دي الاهداف المتوقعه. لو تاخد بالك التدرج بتاع ارتفاع الاهداف المتوقعه، الخط الاحمر يا اخوانا هو الاهداف اللي اتحققت. فطبعا بيفضل ماشي تحت الخط الازرق، قاعد يمشي ببطء. انت فاكر احنا كلنا فاكرين ابو سليم ما عملناش محاولات، حبان في الصوره الجايه اكتر بقى. هو يعني كان استحواذ وكان، بس كان الاستحواذ سلبي. شيء وخصوصا في الشوط الاول كان صعب جدا، ما فيش تواجد بالظبط. وخصوصا يمكن اتحسن طبعا بالتغييرات، تحسب لكابتن معتمد التغييرات الجيده. لكن دي المحاولات. انت بص يا احمد الشوط الاول كانت المحاولات عامله ازاي؟ ده مفيش. يعني دي على حسب دقائق المباراه، كل واحده بتمثل ربع ساعه. تخيل ان الدقيقه من 15 الدقيقه 30 الابيض ده معناه انت لا حاولت بره اصلا لا على بره المرمى ولا بلوك ده حتى شطه يعني. فدي ده مش الزمالك. صحيح. يمكن اتحسن بعد كده في ماتش سوار واتحسن في ماتش فيوتشر، ولكن مباراه ابو سليم كانت من المباريات اللي ما عجبتش كتير من المتابعين وحتى قلقت الجمهور. حسن الدنيا شويه كتير في ماتش فيوتشر. تعال نبص على بعد كده عشان يعني احنا جايبين كل حاجه. ده من نفس المباراه ولا ماتش فيوتشر؟ ده ماتش فيوتشر. ماشي. احنا نقلنا خلاص ماتش ابو سليم، اعترفنا ان الدنيا ما كانتش افضل شيء. تمام. ماتش فيوتشر عندي ملحوظه واحده، ان انا قبل ما اجيب جون الجزيري، يعني احنا فضلنا ماشيين، هي دي متقسمه توقيتات. اول ارتفاع لينا كان مع بدايه جون الجزيري. قبل جون الجزيري الدنيا برضو مش الطف شيء بالظبط. في محاولات تمت شطين كده على جنش من بعيد، بس مش الخطوره اللي هي ايه تسجل. احنا جبنا جون الجزيري، اللي هو الجزيري قدر يحصل على ضربه جزاء اللي سجلها زيزو. تحس ان هي عامل زي احمد امطرت ولكن دون رعد او برق، عارف السماء ما تمطر فجاه كده، هي الحمد لله انها امطرت يعني. وده يمكن من الروح الجيده اللي موجوده في الفريق، ما هو ساعات ربك بيكرم اما تبقى الروح كويسه. فده مثلا ماتش فيوتشر من المباريات الزمالك ما كانش نازل بشراسه. ماسك الكوره وبيحاول، بس ما تحسش ان انت عندك انا هجيب جون. في لحظات كده انت بتحس خلاص الجون جاي، ما حسيناش بيها، بس ربنا كرم بجون وبعديها بالكره الثابته اللي سجل الهدف الثاني. يمكن كان عندنا فرص بقى في الشوط الثاني كتيره لما فيوتشر كان نسق عالي والمعدل زي ما احنا شايفينه كده عالي قوي عالي، لان كان في فرص في المساحات والزمالك كان افضل بدنيا من فيوتشر في الشوط الثاني. فيوتشر احنا شفنا هجمات لفيوتشر ولكن الزمالك كانت هجماته اكبر. يعني الزمالك وصل اكتر من 3 اهداف متوقعه، يعني الزمالك سجل هدفين بس ما مجموعه كان ممكن يستحق 3 اهداف. فده كان برضو يحسب للزمالك، يعني الشكل الهجومي افضل كتير من ماتش ابو سليم. زي ما قلت انا ما جبتش ماتش سوار عشان هو ماتش سوار انا قلت خارج بقى مقياس، يعني مش مقياس. نروح لسجرادة عشان هي برضو من المباريات المعقولة. على فكرة سجرادة فرقة جيدة ونتمنى التوفيق في لقاء العودة يعني ان شاء الله. سجرادة الزمالك يعني ظهر ليه شكل ما، يعني لو ناخد بالنا ده احسن من فيوتشر في الشوط الاول.
يعني ولكن مش الشكل الجيد قوي يعني، ولكن شكل ما جيد. ولكن الملحوظه اللي عندي ان في الشوط الثاني الزمالك كان المفروض عنده يبقى فيه هيمنه اكبر من كده. انت تقدمت على سجراده بهدف والظروف كلها مهيئه، ملعب الجمهور عامل فيه دور رهيب وما شاء الله، وانت الافضل فنيا، وسجراده بدا هو برضه سجراده من الحاجات ما فتحش خطوطه قوي، يعني تحس ان هو 1-0 فضل يعني مش فاتح قوي، ولكن الزمالك ما عملش عدد كم من المحاولات اللي تتناسب مع ماتش في القاهره وانا ليدنج وعندي فريق فني بيني وبين سجراده. يمكن حبان في الصوره اللي بعد كده دي محاولاتنا، ممكن نقول ان ربع ساعه الاول كان في محاولات، يعني مش زي اللقاءات اللي احنا قلنا عليها ابو سليم والحاجات اللي زي دي، لا افضل. لكن انا عندي مشكله في الشوط الثاني، الشوط الثاني الطبيعه الدفاعيه لكابتن معتمد طغت شويه على الفرقه، ممكن كانت رغبته العاليه في الفوز لان ده اللقاء اللي يخلي الزمالك وضع قدما في صحيح. الوصول خلت الشكل شويه مقلق هجوميا، ولكن خلينا نقول ان في النهايه الزمالك حقق 9 نقط فدي تحسب. يعني مش عايزين نبقى قاسيين، ولكن الشكل الهجومي محتاج للتحسن، وده بدون الخلل بالالتزام الدفاعي، لان يعني الروشته اللي عملها فريرا في الفوز بالدوري في 2014-2015 وكان قبليه باتشيكو وحتى اعاده الفوز بالدوري حتى مع كارتيرون، كان الزمالك عنده وكي دفاعي جيد، الفرقه كانت بتادي بشكل دفاعي جيد وبتقدر تحافظ على فرق الهدف او بتعرف تفوز بالماتش بالخبرات الموجوده في الفريق، فكان الزمالك بيقدر يجمع النقط اللي توصله للفوز بالدوري. فاللقطه الجايه هتبقى لها علاقه بماتش السجراده يا احمد، ولكن احنا مش بنطالب ان التحسن الهجومي يكون على حساب الالتزام الدفاعي ابدا. احنا بنقول ان ممكن مع الالتزام الدفاعي اللي هو موجود، انا بلعب 4 وكل حاجه والكلام ده وبدي واجبات متزنه للطرفين، بس انا ممكن اعمل حاجات بالاوراق اللي معايا واللي انا من غير مخاطره كبيره تحسن الاداء الهجومي. تبان في رقم واحد عندي هجمات مثاليه الزمالك عملها في اللقاء، يعني احنا مش بنقول حاجه مش موجوده، لا الزمالك فنيا جوه اللقاء نفسه في هجمات. فيها ايه بقى؟ فيها ان اللعيبه تبقى متحرره شويه، يعني انا مش لازم، انا يعني مشكلتي دايما ان صيدات الزمالك اما تبقى فاتحه الملعب بزياده قوي اللي هو زيزو ونداي لا هو في النهايه الاهداف مهما كان لازم اسيب مناطق الاطراف للباكات شويه ويتخش الانصادات للعمق عشان يزود الكثافه الهجوميه. مهما كانت الاهميه الاختراق من الطرف، بس الجون في النهايه هيجي منين؟ من جوه المنطقه وحدود المنطقه اللي هي المناطق اللي بتمثل خطوره، يعني مناطق اطراف الملعب مناطق جيده لبدء الهجمه، ولكن نهاية الهجمه لازم يتم من عمق الملعب، فلازم الاهتمام شويه بعمق الملعب. فانا عندي هجمتين مثاليين للزمالك، واحده منهم اتسجل منها الجون وقبلها هجمه، يعني عشان الامور ما بتجريش صدفه. نبدا بالهجمه اللي كانت معانا قبل الجون، انا طولت فيها في عدد الصور بس الناس تركز. فين زيزو وفين شيكابالا؟ دي التمرير، زيزو في قلب الملعب وشيكابالا في قلب الملعب، اللي هم مش فاتحين الملعب، هو شيكابالا كان بادئ 10، زيزو هنا سايب طرف الملعب وداخل لجوه سايب الطرف لعمر جابر. زيزو اما هيمرر لشيكابالا هتتنقل على طول للطرف اللي فيه عمر جابر، يبقى انا هنا فضيت مساحه لعمر مش خانقه. زيزو لما يسيب الطرف وممكن بقى يروح يبدا يروح بعد يزق كده يزق نفسه في ال 18 بالظبط كده، كمل الهجمه بقى في عندي كثافه هنا، واحد واثنين بقى عندي، واحد واثنين وشيكابالا مستني الكره الثانيه. لو انا بدات الهجمه ولعبتي يعني واخده اقصى اطراف الملعب ما بيبقاش الشكل افضل شيء، لان في النهايه الجون مش هيجي، في النهايه ما يبقى لاعب جوه منطقه الجزاء ببقى مستني بقى معجزه ان الهجمه تعدي من كل المدافعين وتيجي للمهاجم بتاعي بالظبط، او عايز بقى مصطفى محمد اللي كان بيصطاد الكوره وهي وسط 3-4 صحيح. فبما ان انا المهاجم بتاعي سيف الجزيري لاعب جيد جدا ومتميز، بس مش اميز حاجه فيه ان ياخد عرضيه وسط 4، فانا محتاج الكثافه دي. فالكثافه دي اتحققت اوريدي في الزمالك لما عمل الهجمه ان الناس بتحضر من قلب الملعب. تعال نشوفها في هجمه الجون بعد ما نخلص الهجمه دي هجمه الجون. لو نبقى معلش هات لي الصوره اللي قبلها لسبب وحيد، ان الهجمه بدات من هنا برضو. فين زيزو وفين شيكابالا وفين سيف الجزيري؟ في قلب الملعب، زيزو هو اللي هناك شمال الحكم، سيف هو اللي بين الحكم ولاعيب سجراده، وشيكابالا هناك في الطرف بس مش خانق الطرف،
ورا لعيب سجراده وسايب الخط لعمر جابر، ده مطلوب جدا. الهجمه بقى اما بتتكون بتقدر تعمل 3 على 2 و3 على 1، لان انت خدت لعيبه من سجراده حطيتهم في العمق وبعدين فضيت الطرف، بقى هنا في موقف زيزو اتفضى. الحاجه اللي هي بتتعمل في الفرق الكبيره جدا اللي هي بيبقى حاجه اسمها الوينج روتيشن، بنطور الوينج كان عفيف بيتكلم فيها ولاحظتها هنا. ده اما بعمل زياده عدديه على الوينج فلازم احط 2 و3 واغير، ما يبقاش عارف مين اللي جاي له، الانسايد ولا الفرويد ولا الباك الطرف. فده بتتحقق لما الزمالك بيتحرك، ما بيبقاش فيه استاتيك يا احمد، ما فيش ثابتين، يعني ما يبقاش اللي فاتح اقصى اليمين فاتح اقصى اليمين، واللي فاتح اقصى الشمال اقصى الشمال، ومتسابين بقى ان انا في النهايه هرفع عرضيه ومستني معجزه عشان الموضوع يتم. دي حاله من الحالات اللي شكل الهجوم لنادي الزمالك اتطبق بطريقه مثاليه، وده من ماتش سجراده. ما احنا في الحالات اللي زي دي ما قلناش ان احنا افقدنا التوازن الدفاعي، لان انا باكد تاني ان التزام الدفاع والارتداد ده هو مفتاح الزمالك اللي لازم كابتن معتمد مسك فيه ولازم نكمل فيه باي مدرب واي مدير فني بندور عليه. لازم يكون راجل عنده مدرسه متحفظه جيده مناسبه للقدرات اللي موجوده في الفريق وخط الوسط. ده شكل شفناه، ايه كمان محتاجه نادي الزمالك عشان يتحسن بشكل هجومي؟ احنا بدأنا بالحاجة المثالية، تعالى بقى نشوف الحاجات اللي كانت فيها لا محتاجين نحسن شوية. تعالى نشوف الكثافة جوه المنطقة كانت عاملة ازاي في كام لقطة بشكل مش أفضل شيء. تعالى نشوفهم سريعا كده. يعني دي مثلا دي كورة بتتحضر هنا، شيكابالا فاتح أقصى الشمال، يعني أنا ما بحبش الإنسايدات يبقى الوينج اليمين بتاع زيزو والوينج الشمال بتاع شيكابالا. طب مين يعني ما هو الناس كده مش عدلتها، أو يعني واحد بيلعب برجله الشمال ناحية اليمين، الطرق اللي كان فيها وينج شمال بيلعب برجله الشمال وينج يمين بيلعب وينج يمين كانوا زمان اتنين راس حربه. صحيح. انما راس حربه واحد والوينج اليمين فتح اقصى اليمين والوينج الشمال فتح اقصى الشمال بتبقى الدنيا صعبه جدا. هنا لو تلاحظ سيف وزيزو جاي من بعيد وجاي بقى اللي هو من اقصى المدينه يعني فبتبقى الدنيا صعبه قوي. الكره ما بتفوت، ده نفس النظام، سيف وزيزو جاي بعيد، يعني دي كلها اشكال ان الكثافه الهجوميه قليله. هنا افتقدت في الصوره دي كمان ان رقم 10 اللي هو الكابتن شيكابالا مش على الدايره او زائق نفسه جوه المنطقه، دي مفيش كثافه. شيكابالا مميز في حاجات ابهرنا وكلنا متعلقين بيها، وادام الله علينا قدمه اليسر، ولكن الحته بتاعت التكمله ورا المهاجم مش دي افضل حاجه عند شيكابالا. جميل. بيكون بتظهر بشكل جيد مع اوباما. فانت مش شيكابالا بيبقى 10 يبقى محتاج وناجك بتخش كتير جوه المنطقه. محتاج بقى يعني شكل تاني، يعني الكره دي هي هتفوت من سيف الجزيري مش هتلاقي حد. الشكل ده اتكرر معانا مره واثنين وثلاثه بالشكل اللي انا بقول لك عليه، سيف وسط واحد وسط اثنين وشيكابالا جاي من بعيد قوي. اذا الحل عشان اللقطات دي ما تتكررش تاني، يعني اللقطات اللي احنا شفنا فيها شيكابالا بيلعب ناحيه الشمال على عدله رجله بس مش عدله شيكابالا، بالظبط شيكابالا دايما ناحيه اليمين. الحل ان نيجي ان مش لازم في الحاله اللي انا بلعب بيها ما عنديش الوينج اللي ده، يعني هو زيزو مثلا بيلعب، اصل في ميزه في زيزو بيلعب يمين وبيلعب شمال. طيب. زيزو مثلا عمل مع بن شرقي دويتو رهيب، كان زيزو يمين وبن شرقي شمال، بس بن شرقي الوينج ايه؟ وينج ومهاجم سكند سترايكر كما يقول الكتاب، بيخش على طول. فلو انا ما عنديش اللعيب اللي زي بن شرقي اللي بيخش يبقى المهاجم الثاني، وما عنديش اوباما في الملعب، يبقى زيزو في الحاله اللي زي دي المناسب ليه اكتر ان انا استخدمه ناحيه الشمال. جميل. وادور على لاعب شيكابالا بقى اللي يلعب ناحيه اليمين، بالزبط. او نضاي يلعب ناحيه اليمين، حد اشوى اللي يلعب ناحيه اليمين، وزيزو يلعب ناحيه الشمال. طالما انا ما عنديش ما اقدرش، لان انا ما اقدرش افتح الملعب بالاثنين، يعني فتحه الملعب بالاثنين انا فاتح الملعب قوي وما عنديش كثافه جوه المنطقه. يعني في المباراه دي زيزو لعب يمين ونضاي شمال، تعالى اوريك ان ده بتاخر ازاي هجمات كتير للزمالك. يعني فكره ان الوينج اليمين بتاعي بيلعب برجله اليمين والراجل بيلعب ناحيه الشمال بيلعب ناحيه الشمال، فده بتعوقهم لما يبقى داخل لجوه الملعب. تعال نشوف الكرة دي، دي كانت هجمة مثلا سريعة جدا. بص هنا سيف لما استلم، أنا عايز أقف في الكرة دي. سيف المفروض هنا يقف يعمل الوقف على الكرة، يقف ثانيتين ثلاثة ويهدى، يهدى حاجة بسيطة. الهدية دي هيحصل إيه؟ المفروض زيزو مكان مميز. ما هي ما كانش شيكا، ما هو لو شيكا هو اللي بيلعب ناحية اليمين، شيكا هنا بيبقى على شمال على يمين سيف ويقطم لجوه. مين اللي بيلعب ناحيه اليمين؟ زيزو. فلو زيزو اديتها له هيبقى بره الملعب برضه، هتبقى صعب عليه، هشوط في الضيقه للجون. ففي الحاله دي سيف كان بيفكر في ايه؟ انه يفتح هو الملعب ويدي بقى لزيزو. فدي بتبقى اصعب، لان انت اما سيف يفتح الملعب بتدخل زيزو وسط رقابه، وده اللي حصل والكره اتقطعت. يعني هي بتبقى محتاجه شكل هجومي مركب اصعب، اللي هو انا مستني الوينج بتاعي يخش، والكره دي اتكررت تاني.
يعني دي مش لقطه، مش نفس اللقطه. انا بقول لك التكرار فرصه ثانيه نفس النظام. سيف هنا رايح وبص زيزو هو اللي على اقصى يمينه. لا لا، المفروض بقى مكان زيزو يبقى لاعب حد بيخش ناحيه الشمال برجله الشمال عشان يبقى قاطع لجوه الملعب، عشان سيف ما يروحش هو ناحيه الوينج ويحاول يرسل عرضيه. في النهايه دي هجمه ما ينفعش تنتهي ان انا رايح ارفع عرضيه، دي هجمه المفروض اروح اجيبها جول. الكره دي اتكررت بشكل تاني، نقف هنا دانداي جميل وده زيزو. المفروض هنا تخيلك يا احمد ان دانداي يكون بيلعب برجله اليمين عشان زيزو يحط له، دانداي يروح يجيب جون بيمينه على طول. انما فكره ان دانداي بيلعب برجله الشمال بتصعب المسؤوليه على زيزو، هو زيزو عايز ياخد خطوه كمان عشان يحطها لدانداي على رجله الشمال، فدي بتصعب. بص هنا دانداي واقف ازاي، لان هنا اللعيبه بتبقى ما انت ساعات بتباصي اللعيب اللي زي زيزو بيحاول يديك جون، فبيحاول يديك على عدلتك، على عدلته هنا عشان تديها له صعبه. ففكره ان انا بلعب لازم ازقها تحتيه عشان هو يرجع ويعدلها، عشان هيبقى لسه الباك موجود والمساك موجود. ففكره ان انا بدات ماتش سجرادة بزيزو يمين ونداي شمال، وزيزو بيلعب برجله اليمين ونداي بيلعب برجله الشمال، دي صعبت علينا المهمه، ونتمنى ان دي من الحاجات اللي تتحل شويه. طيب شايف الشكل الهجومي لنادي الزمالك المثاليه اللي ممكن تبقى انت مقتنع بيها او بسطاك جدا في ارضيه الملعب وانت بتتفرج على الجانب الهجومي والشق الهجومي لنادي الزمالك، ايه تركيبته؟ احنا بنستقر ان كابتن معتمد بيلعب يا اما 4-3-3 يا اما 4-2-3-1، خلاص احنا بنلعب اربعه ورا وده وشكل كويس ومتزن مع الزمالك. فلو اتكلمنا ان لو هنلعب 4-2-3-1 فاوباما يبقى موجود اولا، لان هو بيعمل حاجتين، بيعرف يكمل جوه المنطقه كويس بشكل كويس جدا، وفي نفس الوقت وجباته الدفاعيه جيده فما يخلش بالتوازن الدفاعي. جميل. عندي بقى ثلاث لعيبه اختار منهم اثنين، زيزو كده كده محسومه دي، وما بين نضاي وما بين شيكابالا. شيكابالا طبعا هو الاكثر امتاعا والاكثر قدره والحاجات دي كده، ولكن امتى شيكابالا يبدا وامتى يبدا الشوط الثاني؟ يبدا شيكابالا دايما في اللقاءات وسط جمهوري، خبراتي انا الراجل الاهدى وانا صاحب الريتم والفريق اللي قدامي نازل مش بيتجدى بالهزيمه وانا مطالب بالنتيجه. دي مباراه شيكا اللي يبداها بشكل متميز جدا واستفاد من النقطه دي، بس اتمنى في حاله وجود اوباما في مركز 10 ان شيكا يبقى يمين وجيزو شمال، عشان النقطه اللي انا اتكلمت فيها دي اللي هي ان اللعيبه تبقى على اقرب للجون. اقرب للجون. لو نضاي موجود في اللقاءات اللي ممكن تكون فيها مجهود في الاول والشكل اللي انا مش عايز احرق فيه شيكابالا في الشوط، ويبقى نازل شيكابالا واحنا بنطرد النتيجه لو انا في الشوط الثاني لسه محتاج، يبقى انا عندي ورقه تقيله على الدكه نازله عندها القدره ومديها حتى للجمهور في المدرج امل في التغيير. يعني هو شيكابالا في الدوري بتاع فيريرا اكم من نقاط قد ضيعه، وشيكابالا نزل رجع الزمالك ثاني لقاء الاهلي 2-2 لقاء البنك الاهلي، كان عندي الورقه اللي انا احس ان الماتش بضعش لسه في كارت في ايدي. فشيكابالا في اللقاءات دي بيبقى مناسب جدا للشوط الثاني. فانا شايف ان الشكل في الحاله اللي زي دي الى حين عوده مصطفى شلبي يبقى زيزو ونضاي. انا عارف ان نضاي ما لسه في احيانا بيبقى كويس واحيانا ثانيه، يعني حتى لقاء سجاره كان ليه اكتر من تصرف مش افضل شيء، خلينا ما نخدش فيهم يعني طالما احنا ليله مباراه، ولكن نضاي عنده الواجب الدفاعي بشكل كويس واحيانا بيكمل في المنطقه كسكند سترايكر بشكل مش وحش، مش احسن شيء ولكن بشكل مش سيء. فلو انا اديته بس ناحيه اليمين مش ناحيه الشمال، ناحيه الشمال هيبقى مطالب منه انه يعدي كتير في واحد على واحد ويرفع عرضيه او حاجه زي كده، والواحد على واحد مش ابرز سمات نضاي. حبيبنا كلنا كابتن محمد فوزي كان بيقول يا ريت تطور في الواحد على واحد. انا يعني بوجه له بقى نكشه من هنا وبقول له الواحد على واحد ما بتتطورش قوي، يعني ايه؟ يعني احنا هنمشي الدنيا من عند ربنا بالظبط. فنضاي ناحيه اليمين احسن، ناحيه اليمين احسن، ولما بيزيد حتى لو كره مع الهجمه معموله من ناحيه الشمال بيزق نفسه بيلعب بدماغه كويس. على فكره نضاي بيخطف بيعرف يكمل عملها في بدايه مبارياته ومشاركاته مع اسوري يعني. دي ممكن تكون كويسه. ممكن اسوري كان بيستخدمه ناحيه الشمال كوينج باك لما بيلعب بيه في فتح الملعب، اسوري كان افكاره معقده ومركبه فممكن يستخدمه، ولكن في كوينج في الزمالك بنلعب بسيف الجزيري بس وكذا لا محتاجين. فانا اقول الشكل الهجومي للزمالك قلنا اوباما 10، اعتقد ان زيزو يبقى مناسب جدا ان يلعب ناحيه الشمال ونضاي يمين وشيكابالا هو ورقتنا اللي تبقى موجوده. نص الملعب شكله عامل ازاي؟ اعتقد ان دونجا مستوى متصاعد بشكل جيد جدا وبيدي اداء جيد جدا في المباريات الاخيره، عايز بس ياخد باله من الكور اللي هي العاليه اللي هو اما بيطلع في موقف الكرات العاليه ساعات من حماسه بيطلع بدري فتلاقيه نزل وما خدش الكوره، هي دي الحاجه الوحيده اللي عايز دونجا يعني يبقى واخد باله منها. انما
أداؤه وأرقامه في تحسن كبير جدا 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 وروحه كمان عالية جدا. فأعتقد دونجا بشكل كبير ما بين رؤى وما بين السيسي. أعتقد أن رؤى أفضل بالكرة. عمرو السيسي بيقدم مباريات جيدة في المباريات اللي فيها التحامات. ممكن عمرو يبقى مناسب لو أنا حققت مثلا تقدم وكذا بيبقى مناسب. عمرو بيلعب بشكل يقدر يملى مساحات الملعب بيملى مساحات والتحاماته جيدة وبشكل بيبقى يعني لو الزمالك مش مطالب بالفوز عمرو السيسي بيقدم مباريات جيدة زي لقاء النصر حتى مراد البديل في لقاء الأهلي والزمالك كان سيء جدا عمل في لقاء الأهلي رغم أن اللقاء كان سيء ولكن عمرو كان عامل كويس لغاية لما اتصاب يعني بيشترك كتير هو بيلتحم كتير النقطة دي عنده جيدة مجهود البدني كبير. فلكن مباراة زي مثلا ممكن بكرة أعتقد أن الأقرب يبقى دونجا ورؤى. رؤى على فكرة تصرفاته بالكرة كويسة جدا يعني بيعمل كور طويلة بشكل جيد ما عندوش يعني ما بيفقدش الكرة بشكل كبير. ممكن مشكلة رؤى شوية في الحتة الدفاعية في ظهره والحاجات اللي زي دي أعتقد مع التحسن ومع الشغل والنداءات المستمرة والتوجيهات ممكن النقطة دي تتحسن. فأنا أعتقد أن دونجا ورؤى ممكن يبقى هو الثنائي الارتكاز المناسب للزمالك في ظل الثلاثة اللي احنا اتفقنا عليهم والمهاجم احنا اتفقنا على سيف الجزيري برضو. بتتكلم انت ومحضر لنا حاجات برضو عن طلب الكرة من جهة شيكابالا. هي دي الحاجه الوحيده اللي لنا بقى التفصيل اللي انت تمام. هي حاجه وحيده يا احمد يعني ايه عند شيكابالا. شيكابالا طبعا احنا كلنا بنتمتع والكره بتيجي وكلنا بنستنى الكره تيجي في رجل شيكابالا. في حته ساعات زيدان زين الدين زيدان كان دايما بيقول ان هو اداؤه وهو عنده 25 و26 و27 سنه كان باسلوب واما مثلا بدا يكبر شويه غير شويه من اسلوبه عشان يبقى قريب اكتر للجول لانه ما بقاش قادر يقطع المسافات اللي بتتقطع تاني من اللي كان بيقدر يقطعها. فشيكابالا على قد الابهار اللي هو بيبهر بيه في السن ده ودي حاجه يعني على فكره هي علامه في الكره المصريه ان حد يوصل 37 و38 سنه وفي النهايه انت بتروح المدرج املك في شيكا. يعني مش عارف اقول لك ايه ان في شباب كانوا بيروحوا المدرج في 2010 املهم في شيكا دلوقتي بياخدوا ابنائهم وهم برضو ابنائهم امالهم في شيكا. فدي حاجه يعني وشيكابالا عنده ريكورد في الدوري المصري ان هو يعني فاز بالدوري المصري بفارق 20 سنه عن بعض وده ما حصلتش. يعني خد الدوري 2002 2003 مع الزمالك ورجع خده 2020 2023 فارق 20 سنه دي 2021 2022 فارق 19 سنه. فده رقم ريكورد في الدوري المصري. فده من الحاجات اللي هي يعني في السن ده وما زال ورقه مهمه جدا وورقه اساسيه للزمالك امال بتعلق عليها. الحته الوحيده الملحوظه بس ان في احيان بدل ما تطلب الكوره في ناحيه اليمين اقصى اليمين قوي يبقى مطالب منك تعدي واحد واثنين وتعمل بقى الشغل المبهر بتاعك. في احيانا في كرات يعني انت ممكن تطلب الكوره والفريق اللي قدامك متكتل تروح تطلبها اقصى اليمين وتعمل السحر بتاعك. في احيانا في الهجمات المرتده مش مطلوب منك بقى ان انت تروح تقف اقصى اليمين لان خلاص هو الفريق التاني مش متكتل قدامك. مش مطلوب كثيرا من السحر مطلوب قليل من التحرك. يعني لو الهجمه تبقى لجوه والقطع لجوه هيبقى انسب. تعال نشوف اللقطه دي كانت في لقاء سجرادة. دي الكوره ممكن اللقطه اللي قبليها كمان توضح بدايه الكوره يعني البداية خالص دي الكوره دي البدايه ماشي. شيكا فينا هنا فين في اقصى اليمين محتاجه هجمه زي دي سجرادة مش منتشرين. ما انا بقول لو سجرادة بيلعبوا خمسه ورا وتحت الكوره لازم افتح اليمين واعمل بقى الايه السحر بتاع شيكا يعني ايه شيكا ماجيك. انما في الحاله دي زي دي لا شيكا كان لازم يبقى ايه جنبه جنب المساك ده عشان يقطع من وراه يروح يجيب جون مش يروح يبقى مطالب انه يعمل السحر بتاعه. هو هنا استلم ودخل وعمل الكعب. تعال نشوف بقى اللقطات. انا كان نفسي يبقى في اللقطه دي بيستلم من جنب المساك ومن قدامه ويروح يجيب جون يعني تبقى اسهل ليه واسهل لينا كلنا. هنا دخل بالكوره فطبعا لعيب السجراده راحت معاه عمل كعب لعمر جابر بقى كان كعب ساحر برضه بس طولت شويه يعني هي طولت شويه فراحت ما بقتش هجمه. فالقصد الاسهل هنا في لحظات ان لو تضم لجوه والقطع من جوه الملعب دي بتجيب جون مش بتعمل عرضيه يعني وبتسهل الامور. طبعا ان انت تستلم وسط التكتل فتفتح الملعب ده واجبات شيكا وبنستنى كلنا منه السحر بتاعه. ولكن في المرتدات مطلوب ان القطع يبقى من جوه لسهوله الوصول للمرمى لان احنا كلها بنسعد يعني احنا جمهور الزمالك كله الفرقه كلها تجيب جون وشيكا وزيزو كوم تاني لما بيجيبوا الجون يعني السعاده عندك بتتضاعف. طبعا يعني كل الاهداف بتاعت الزمالك بتفرح بس الفرحه باهداف شيكا وزياده رصيده دايما بيزود عندنا الادرينالين. فاحنا نتمنى احنا بيبقى بيتكلم عشان شيكا يجيب جوان اكتر يعني كلنا بتبص على رقم عداد شيكا وعلى رقم عداد زيزو وعايزينه يتزق لقدام لو بايدينا نزقه دايما كده لقدام يعني. طيب ايه كمان يعني في برضو
حته الفاولات والضربات الثابته. الزمالك اتحسن كتير في الضربات الثابته ودي اكبر بصمات كابتن معتمد. انا كنت هنا قبل لقاء فيوتشر ولقطنا الكورنر اللي بتلعب على الايمن القريب واشدنا بيه في لقاء ابو سليم رغم انه ما جاش جون. سبحان الله الحمد لله في ماتش فيوتشر جه جون وماتش اكاديميه سوار جه جون فالناس الحمد لله بقى ايه عليه فوكس. تعالى نيجي لتركه ثانيه بتتعمل هي لسه ما اثمرتش بس هي تركه جيده جدا رغم ان هي ممكن تبان هي دلوقتي بانت مش مثمره قوي. ممكن لو حصل ليها تعديل بسيط في مين يشوط ممكن تجيب نتيجه. تعالى نشوف الزمالك عمل تركه فاول بره المنطقه. تعالى نشوفه بالصور في لقاء سجراده. تعالوا نبص لقاء تركه جيده جدا. هي تركه انا في نقطه بس عشان المشاهدين يبقوا معانا مفيش اختراع. الحاجات دي بتتعمل يعني اتعملت في العالم كله واتعملت قبل كده في الزمالك واتعملت في الانديه. ما انت ما بتخترعش جديد ولكن انت بتفاجئ بيها الخصم. صح. اللي هو مش متعود منك تعملها فانت بتعملها. ما هو في يعني 20 طريقه تلعب بيها الكره الثابته فانت بتختار طريقه واثنين وثلاثه وبتنوع ما بينهم بتعمل المفاجاه. هنا الزمالك اختار بدل ما يلعب الكورنر او الفاول جوه المنطقه والرفعات المتميزه جدا من زيزو اختار ان يطلعها بره لرؤى. يمكن تسديده رؤى ما مالتش رغم انها كانت جيده جدا كاعداد. رؤى اللي ما شطهاش بشكل كويس. هنا التسديده كانت ممكن لو لبسها بشكل كويس كانت ممكن تعمل حاجات كتير. ليه بقى ان دي مش والده الصدفه؟ الزمالك عملها في لقاء بيراميدز. طبعا احنا معانا حقوق بيراميدز فهنشوفها. نختار فرد تاني يعني المسلوسي على فكره في لقاء البنك الاهلي شاط شوطه جيده جدا. في لقاء ارتا سولار شاط شوطه جيده جدا. في لقاء البنك الاهلي ردت من القايم. انا شايفه مناسب يعني المسلوسي من الناس اللي ممكن نجربه. سدد. وعنده الحته بتاعت ايه؟ سخط الجمهور. ساعات انت يعني على فكره رؤى بيشوط كويس بس ممكن رؤى بسبب ان الجمهور شويه بينتقد فيه شويه دي ساعات بتهز اللاعب. فما تيجي ممكن لعيب زي المسلوسي عنده حاليا بيلقى دعم كبير اما تجربه في حاجه زي كده المسلوسي او غيره يعني طبعا الجهاز الفني في التدريبات هم ادرى يعني بس انا بقول المسلوسي عنده دلوقتي رصيد من الثقه. ممكن مثلا ما كناش بنشوف المسلوسي بيشوط بس مع الرضا الجماهيري عنه الحاجات دي ساعات بتزود اللعيب وبتخليه يعني اتقل في الملعب. فممكن الفاول ده لو اتجرب بحد تاني رجليه يعني ممكن موجهه زي الكابتن تيشيرت تبع كده بيشوط وانا وشي للجون هشوط بالظبط وعنده الثقه بالنفس اكتر ممكن تجيبه. ممكن رؤى ان شاء الله ربنا يكرمه برضه بس التركه جيده جدا وبتنوع. وميزه التركه دي في التنوع بتاعها يا احمد ان حتى لو ما لعبتهاش بتخلي الخصم طالما عارف ان انت بتعملها ممكن تفضي لك لعيبه من الخصم تانية. وتيجي انت تلاقيه مثلا بدا يتحرك يطلع بره منطقه الجزاء عشان يشوف رؤى فده قلل اللعيبه اللي بره فانت ممكن تلعبها جوه. يعني هو دايما التنوع المطلوب ده كويس جدا. يعني مثلا الزمالك لعب كذا كورنر على الايام القريب ما تتخيلش ان كل الفرق هتسيبك تلعب على الايام القريب بس ثق تماما ان ممكن ثمره تيجي ان الفريق اللي قدامك ممكن يبقى متمركز على الايام القريب عشان انت خففت بقى الكثافه عند منطقه الجون او منطقه الايام البعيد فتستفاد منها. لو انت متفق انت هتعمل ايه؟ اعتقد الكرات الثابته من الحاجات اللي كابتن معتمد وكل جهازه المعاون شغالين عليها بشكل جيد جدا. كل التحيه ليهم. وزي ما قلنا كده ان زي ما الشورت كورنر تم اضافته للزمالك وبرضه احنا بنقول تاني اصل في ناس تيجي تقول لك ايه ما كان بيتعمل في الثمانينات ما هو الكره نفسها بتتلعب الكره بتتلعب من 1800 صحيح. فكره ان انت تقدر تطبقها ده شكل جيد. يعني ما احنا عارفين ان ما الكورنر هيتلعب يا اما شورت كورنر ويتلعب على مرتين يا اما شورت يا اما في المنطقه على الايام القريب ويتم القطع او تعملها في منطقه الجون او تنطعها على الايام البعيد ما هي في النهايه انت او تعملها بقى لبره المنطقه. ما هم اربع خمس اشكال بس ازاي انت تطبقها وازاي حاله الفوضى اللي هي بتعملها اول ما تلعبها على الشورت كورنر ان دونجا بيعملها بتلاقي كل اللعيبه اتحركت ده اللي يحسب ان اللعيبه تبقى متدربه ونازله عارفه تعملها. طيب احنا كده اتكلمنا عن الزمالك فيما سبق وقت سرقنا بس عندنا ماتش مهم جدا ماتش المصري. حضر لنا ايه عن فرقه المصري؟ فرقه المصري من الفرق المميزه في الدوري عندها تميز في حاجات وحاجات تانية نقط تانية. المصري لعب 7 مباريات يا احمد فاز 4 وخسر 3 مفيش تعادل. الفريق ارقامه الهجوميه كويسه ولكن لو تبصوا من الناحيه الدفاعيه هتلاقي احمد هو تاني فريق استقبالا للاهداف 13 هدف اللي فوق المقاولين والمصري استقبل ال 13 هدف في 7 مباريات المقاولين استقبل ال 14 هدف في 8 مباريات. يعني باذن الله لو الزمالك سجل بكره ممكن يبقى المصري هو اسوأ دفاع في الدوري. ف
فهي دي بس ان شاء الله يسجلنا الزمالك ان شاء الله مع احترامنا وحبنا طبعا كل التقدير بس احنا يعني سعيد. انا بحبهم هو جدا هو كل التمنيات ليهم في كل المباريات الا لقاء غدا يعني الا لقاء بكره فالمصري نبدي الاول بالحاجات اللي نبتدي ناخد حذرنا منها بما ان كابتن معتمد مدرب دفاعي ملتزم نبتدي الاول بالحاجات اللي نبتدي ناخد بالنا منها كويس جدا جدا يعني يلا بينا اول حاجه معانا نتمنى ان مدافعين الزمالك وخاصه مدافع الالعاب جنب حمزه المسلوسي يبقوا واخدين جدا بالهم من الكرات اللي بتتعمل في قلب الدفاع ويبقى فيه العمق المطلوب والتغطيه المطلوبه من مكان الطرف اللي احنا بنراهن عليهم عشان يتم وقد الكرات الطويله اللي بيلعبها المصري بشكل متميز جدا. ايه تاني بيشكل خطوره عند النادي المصري؟ احنا قلنا الياس الجلاسي متميز جدا جدا في الكرات الطويله يعني. اللي بيعملها لان رجله ميزان ولاعب كل التحيه ليه على فكره يعني مايسترو وهو بتاع لعيب ممتاز فتعالى اوريها لك بقى كمان فالزمالك محتاج خاصه ان احتمال يبقى المساك الثاني لان محمود علاء خارج القايمه فمحمد عبد الغني تميز محمد عبد الغني في حاجات كتير ولكن حته الكرات العاليه والكرات المشتركه محتاج يبقى بكره في افضل حالاته علشان خاطر الزمالك يتجنب دي وعشان كده انا ممكن ببقى عايز اوباما عشان اوباما برضو الناس اللي بترجع ويا ريت سيف يكون بيرجع برضو في الكرات الثابته بشكل جيد علشان خاطر التامين في الكرات الثابته يكون بشكل جيد. اذا اللونج باص بتاعت فرقه المصري فيه اكتر من حد من نص الملعب ومن خط الضرب بيعملوها كويس جدا جنب الكرات الثابته، ايه كمان؟ عندهم لاعب من الاضافات اللي شهدها الدوري المصري جلاس جناوي جاي من سطيف، لاعب متميز رغم على فكره لعب ثلاث مباريات لكن ليه بصمه في كل المباريات اللي بيلعبها. لاعب بيعجبني انا بيعجبني جدا اللعيبه اللي هي بتبقى عندها شق الهجومي ما بيروحش يعدي ويرفع اوفر، لا بيروح يجيب جول وبيروح يشوط على الجول وبيعمل عدد محاولات جيد ورجله على الجول جيده. لاعب اضافه كبيره جدا للمصري واعتقد ان هو دلوقتي من الناس اللي هو بيدور عليهم الكابتن علي ماهر، كان كابتن علي ماهر كان بيلعب بميدو جابر وده لعيب متميز ولكن جلاس جناوي من اللعيبه اللي اعتقد ان هو هيكون من المفاتيح الاساسيه اللي المصري هيعتمد عليها بكلاته ونتمنى ان دفاع الزمالك ومدافعين الزمالك يبقوا واخدين بالنا منه لان هو لاعب خطر كل التحيه ليه على فكره احنا بنتكلم هنا عن لاعب خطر بيبقى بنشاور عليه ان هو لاعب جيد وهو يستحق الاشاده دي ولكن نتمنى غدا انه ما يكونش في افضل حالاته ويكون مدافعين الزمالك هم اللي في افضل حالاتهم لان كل ما اللقاء بيبقى ممتع والفوز بيبقى اصعب وده بيدي ثبات اكبر للفرقه يعني في كتير علامات استفهام على الزمالك لا علاقه بالمستوى يجي يقول لك ايه سوار كونفدراليه انما لو ماتش زي فيوتشر دعم بماتش زي المصري هيدي ثبات اكبر ان شاء الله. ده كده فيما يخص القوة او نقاط القوة في فريق المصري، نتكلم على اللونج باص، بنتكلم على الضربات الثابته، بنتكلم عن لاعب مميز جدا اسمه جلاس جناوي، لاعب مميز ده غير إيه في لعيبه ثانيه مميزه بس احنا شاورنا عشان ده جديد على الدوري المصري. طيب ايه هي نقاط الضعف عند فريق المصري ممكن يشتغل عليها النادي الزمالك بكره؟ في حاجه ميزه عند كابتن معتمد احنا قلنا التزام دفاعي والضغط كمان اتحسن في الزمالك. جميل. ده بقى بيقابله المشكله عند المصري. المصري يا احمد زي ما قلنا بيلعب باثنين مساكين في اللقاء الاخير لعب بعمرو موسى واحمد ايمن. مش مساكين قوي. بيعتمد عليهم كابتن علي لان كابتن علي بيدور على شكل ما من زيادة التمريرات وزيادة الاستحواذ، يعني المصري ترتيبه في التمريرات بالنسبة لفرق سيراميكا، الزمالك عشان كان عنده اوسوريو متطرف في الاحتفاظ بالكورة، الاسماعيلي عشان عنده كابتن ايهاب جلال نفس المدرسة، يجي بعدهم كابتن علي ماهر في المصري. طيب. والاستحواذ نفسه بيراميدز اهلي زمالك زد المصري، فهو موجود في فرق النخبة في الاستحواذ والتمريرات، لكن عنده المشكلة الدفاعية. بيحتفظ لعيبته كتير جدا بالكورة في الثلث الأخير وعدد كبير من التمريرات وبيغلطوا. زي ما هنشوف كده نشوف بداية الحلقة ان الزمالك الكرات اللي اكتسبها الزمالك في لقاء سجرادة هي معانا دلوقتي عدد كبير جدا من الكرات دي الارقام فيها عدد كبير كان في نص ملعب سجرادة يعني دي مش كرة واحدة دي فيهم واحدة واثنين وثلاثة فالزمالك ده في لقاء سجرادة استحوذ على عدد كبير خاصة في الشوط الاول فنتمنى نص ملعب سجرادة اللي يمين الشاشة اللي في سهم عشان الناس برضو تبقى بالظبط اريال اللي احنا بنقوله جميل ايه الجمال ده؟ ده الجمال عشان معاك يا احمد والله شرفتني ونورتني؟ ده انا اللي اتشرفت ان انا معاك يا احمد انت عارف يعني انا بحبك قد ايه يعني فيعني انا سعيد النهارده هو اول لقاء يجمع بيننا على الهوا بس انا سعيد جدا يعني طبعا سعادتي لا توصف ان انا دايما موجود في قناه الزمالك وبرنامج زملكاوي بس النهارده في بونص ان انا معاك يا احمد ربنا يخليك شرف ليا ان انت نورتنا وشرفتنا ونورتنا ومتعتنا من خلال تحليلك اظن ان كل الناس اتفرجوا على الحلقه وعلى الفقره دي استمتعوا بتحليلك يا
انا اللي بتشرف ان انا في قناه الزمالك. شرفنا ونورنا المحلل الرياضي المميز الدكتور محمد خليفه. انتهت حلقتنا من زملكاوي على ملقا ان شاء الله في حلقات جديده. وبكره ان شاء الله باذن الله مباراه المصري نتمنى فيها الفوز لنادي الزمالك. انتهت حلقتنا من زملكاوي على ملقا ان شاء الله في حلقه جديده من زملكاوي. الى اللقاء.